بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. كل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. وبدأنا معاكم مراجعات ليلة الامتحان لمادة التاريخ للثانوية العامة، قدامنا يومين بالظبط بإذن الله، وبإذن الله ربنا هيكرمكم. تابعوا معانا كويس جدا الأسئلة اللي احنا هنقولها بإذن الله، بإذن الله كمية كبيرة جدا من الأسئلة اللي هنقولها على مدار الثلاث أيام اللي جايين دول. بإذن الله الامتحان هيكون في كميات كبيره من اللي احنا بنقوله باذن الله. اولا نحب ان احنا نبدا بالترحيب بالاستاذ عمنا مصطفى. استاذ عمنا كل سنه طيب أهلاً واهلا بيك. كل سنه طيب، وكل سنه اولادنا طلبه وطالبات الثانويه العامه طيبين وبخير وموفقين ان شاء الله. باذن الله باذن الله يا رب يوفقهم كده باذن الله ان شاء الله. وبنقول لهم يعني في البدايه ما نخافش، احنا ذاكرنا وتعبنا وحلينا اسئله كتير وامتحانات كتير، فان شاء الله يوم الحد موعدنا بإذن الله الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان مش هتخرج عن اللي احنا طول السنة شغالين فيه، فما نخافش إن شاء الله بإذن وربنا الله. يوفقك بإذن الله أستاذ عبد المنعم، طبعا خلاص ما بقاش فيه سر من الأسرار إن الامتحان بيبقى عبارة عن أربع امتحانات. اللجنة الفنية المكلفة بوضع الامتحان بتعمل أربع نماذج، وكل نموذج عبارة عن أربع نسخ ألف وبه وجيم ودال، والجهة السيادية اللي خاصة بطبع الامتحانات هي اللي بتختار الامتحان. أنا عايز أقول لأبنائنا إن كل سؤال ممكن تشوفوه متوقع يجي في الامتحان، لأن عندي تقريبا حاجة 200 تقريبا، ما يقرب من 200 سؤال أو أقل شوية، جزئية يعني اللي هي جزئيات يعني احنا بنعتبره كله، لأنه هيجي رقم واحد لغاية رقم حاجة و40. فاحنا عايزين نطمنهم إن بإذن الله هنستعرض معاهم كل أنواع الأسئلة، وباذن الله باذن الله ربنا يوفقهم ان شاء الله. استاذ عبد المنعم النهارده ايه رايك كده؟ يعني عايزين نركز قوي على تلات انواع من الاسئله، واخد بس سيادتك من خلال اجابتهم بتبقى قريبه من بعضها، من نتائج ودلل وقارن. الموضوعات اللي ممكن تيجي من نتائج وممكن تيجي مقارنه وممكن تيجي دلل، زي اللي هي الاحداث. يعني مثلا استاذ عبد المنعم ايه رايك نجمع مع بعض كده الثورات؟ لو لازم يجي حاجه في الثورات نجمع المعاهدات، نبدا كده بالثورات. يعني لو هنقول مثلا ثورة الاولى، نبدا بالثوره الفرنسيه 1700 ليه ابنائي؟ احنا بنراجع معاكم الثورات عشان تقدروا تحلوا ما النتائج اللي جت على الثوره، او بما تفسر اسباب الثوره، او دلل كانت الثوره فيها كذا، او اللي هو سؤال اي صحه العبارات. طيب عندنا اول حاجه يا استاذ عبد المنعم الثوره الفرنسيه 1798 89 طبعا الحملة 98 يبقى 89. نيجي بعد كده استاذ عبد المنعم اول ثوره عندنا ثوره القاهره الاولى 1798 يبقى نكتب ونكتب كل الثورات. ثوره القاهره ثاني حاجه، ثوره القاهره الثانيه 1800 القاهره الثانيه 1800. بعد كده عندنا ثوره 1804 اللي هي قامت ضد البرديسي. يا ابنائي ركزوا معانا. بعد كده عندنا ثوره 1805 اللي نتج عنها عزل خرشد. تمام، وبنخش بقى على الفصل الثاني، ما عندناش فيه اي ثورات يا استاذ عبد المنعم، هم اول ثورتين ولكن هنتكلم بعد كده عن الثوره العرابيه. الثوره العرابيه 1881 هندي حاجات كده جديده يا استاذ عبد المنعم واحنا بنتكلم. بعد كده هنتكلم عن الثوره المهديه في السودان، ركزوا معايا عشان دي جزء مستخبي. الثورة المهدية في السودان نقلب استاذ عبد المنعم وناخد ثورات تانية وبعدين نرجع نتكلم. بعد كده هنخش على ثورة 1919 في مصر، ثورة 1920 في العراق، ثورة 1925 في سوريا، وناخد الثورة العربية 1916 الشريف حسين، وتحتها الثورة العربية في فلسطين 1936 على أساس يبقى في ربط بينهم كده وزعب منهم. وناخد ثورة 1935 في مصر اللي قامت بسبب غزو إيطاليا الحبشة وسبب رفض سماول هور، وناخد ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق. هنمسك بقى واحده واحده كده صعب منهم ونتكلم عنها بس باختصارات. ناخد حاجه تانية صعب منهم ولا جديده؟ طيب عشان ناخد
ناخد ثورة 1952 في مصر، وناخد ثورة 1954 في الجزائر، ثورة الجزائر اللي قامت من القاهرة، وناخد ثورة 1958 في العراق اللي نتج عنها إلغاء النظام الملكي وإعلان نظام الجمهوري. عذرا كده أستاذ عبد المنعم، هل في حاجة ممكن تكون فاتتنا؟ عندنا بقى اللي هي الثورة اللي احنا خدنا ثورة فلسطين خلاص تمام 36، ممكن تجددها في 37. صعب ماشي، ما هي كانت كلها على بعضها، بس في حاجة تاني في عندنا حاجة في الفصل السادس خدناه كده اللي هي الثورة العربية تمام خدناها. عندنا في الفصل الخامس مفيش ثورات في الجزائر ولا ليبيا ولا أي حاجة كده، يعني خدنا ثورة نوفمبر 54 خدناها خلاص الحمد لله كده اللي هي في الجزائر. احنا كده جمعنا الثورات لسه أستاذ عبد المنعم ثورتين، ثورة 2011 ده في الثامن بقى، ثورة 2011 25 يناير، واخر ثورة اللي هي ثورة 30 يونيو. 30 يونيو تمام. طيب يبقى احنا كده يا استاذ عبد المنعم احنا يعني الحمد لله كده، يبقى احنا طبعا 2013 30 يونيو 2013، يبقى احنا كده يا استاذ عبد المنعم خدنا كل، تخيل بقى لو الطالب داخل، لو الطالب داخل ومعاه الثورات دي كلها فاهمها، اي سؤال عن اي ثورة احنا طبعا نقلنا لهم استخبي. عايزين كده ايه رايك نبدا اول ثوره كده يا استاذ عبد المنعم؟ يعني مثلا نيجي نتكلم عن الثوره الفرنسيه، السؤال يجي عليها ايه؟ والله الثوره الفرنسيه يعني ما اقول مثلا ايه من حيث الطبيعه تمام. او ليه الثوره الفرنسيه اول ثوره اجتماعيه في تاريخ اوروبا الحديث تمام. الثوره الفرنسيه الطبيعه بتاعتها ثوره اجتماعيه. ليه الثوره الفرنسيه ثوره اجتماعيه؟ اقول لانها قامت بناء على التغيرات الاجتماعيه اللي زامنت الثوره الصناعية. ليه؟ لأن في طبقات جديدة ظهرت زي الطبقة البرجوازية اللي اتحالفت مع عامة الشعب وقاموا بالثورة، وأول حاجة عملوها هدموا سجن الباستيل أو اقتحموه، ثم إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري 1793. يبقى ده بالنسبة للثورة الفرنسية كطبيعة ثورة اجتماعية ممكن تيجي في اختيارات. طيب برضه اقول ايه، الثوره الفرنسيه دخلت في تجارب مختلفه من اشكال السلطتين التنفيذيه والتشريعيه. يبقى هتكلم هنا عن اسماء الحكومات التي تولت حكم فرنسا امتى؟ بعد قيام الثوره. يعني عندي حكومه الجمعيه التشريعيه، المؤتمر الوطني، ثم حكومه الاداره، واهم واحده في الثلاثه حكومه الاداره. اشمعنى؟ لان حكومه الاداره هي اللي جت في عهدها الحمله الفرنسيه الى مصر بقياده نابليون عام 1798. يبقى ده يعني موجز كده عن الثوره الفرنسيه. طيب استاذ عبد المنعم، الطالب لو داخل فاهم الثوره الفرنسيه لازم يبقى عارف نتائج الثوره وموقف دول اوروبا، لان ممكن يقول ايه ايد وقفت دول اوروبا موقفا معاديا من الثوره الفرنسيه. يبقى لازم الطالب يتكلم على الاحداث، ما النتائج المترتبه على الثوره الفرنسيه، الطالب هيتكلم عن نتائج الثوره الفرنسيه ويجي يقول ماذا يحدث اذا لو لم تعترض دول اوروبا على الثوره الفرنسيه. الطالب هنا هيستعرض مجموعه من الاحداث يعكس بيها نتائج الثوره. يبقى الطالب لازم يكون داخل عارف الثوره نتائجها عشان يعرف يجاوب ماذا يحدث او دلل بالنسبه للاحداث. طيب بالنسبه لثوره القرن الاولى يا استاذ عبد المنعم، برضه نقول هنا الاسباب بتاعتها، طبعا فرض الضرائب الباهظه اللي نابليون فرضها على المصريين، هدم ابواب الحارات والمساجد والمنازل بحجه تحصين القاهره، خروج الفرنسيين على عادات وتقاليد المصريين، كل دي اسباب في النهايه ادت الى ايه؟ قيام ثورة كبرى في القاهرة واللي كان مركزها الأزهر. الأزهر هنا هو اللي نظم الثورة وهو اللي جمع الثوار، وطبعا كان الجماعة التجار لهم دور كبير جدا في الثورة لأن هم اللي كانوا بيمولوا هذه الثورة اللي كان مركز قيادتها في الأزهر. خلاصة الكلام، نابليون نجح في إخماد هذه الثورة بالقوة، وبعد ما أخمدها دخل بخيوله الأزهر إذلالا للمصريين، فرض الغرامات الباهظة على الشعب المصري، طبعا قبض على الثوار وأعدمهم،
ونجح في اكمالها في القاهره وفي الوجه البحري. ده غير ان الثوره دي خلي بالكم لها نتيجه سياسيه، نخلي بالنا منها. ايه النتيجه السياسيه لثوره القاهره الاولى؟ ان نابليون الغى الديوان العام واعاد تشكيله من جديد. يعني هو ممكن يسالني عن جزئيه واحده في نتائج ثورة القاهرة الأولى اللي هي النتيجة السياسية. إيه النتيجة السياسية؟ إلغاء الديوان العام وإعادة تشكيله من جديد. الديوان العام بقى ليه شكل جديد اللي هو ديوان عمومي وديوان خصوصي. طيب. يبقى ده بالنسبة لأسباب ثورة القاهرة الأولى والنتائج اللي ترتبت عليه. تمام أستاذ عبد المنعم. هيبقى في هنا برضو أسئلة جديدة. ما العلاقة بين منصور نابليون وقيام ثورة القاهرة الأولى؟ طبعا ما العلاقه بقى نابليون كذب في المنشورات بتاعته. يبقى المصريين نتيجه الكذب نابليون على ذلك. يقول لك يعني ثوره القاهره الاولى المصريين اتاكدوا ان نابليون مستعمر لازم ينطرد. تمام. لان فين المنشورات اللي بيقول انا جاي عشان اخلصكم من ظلم المماليك، عشان اعمل حكومه اهليه الحكم فيها للمصريين؟ يعني بيقول انا جاي في صفوك. طيب ثوره القاهره الاولى اثبتت عكس الكلام ده. وهنا برضه ما لها علاقه بين نتائج موقعه ابو قير البحريه وثوره القاهره الاولى. لان من نتائج برضه معركه فرض الضرائب. انت عارف يا استاذ عبد المنعم عشان الطالب يبقى فاهم ايه الاشكال اللي ممكن تيجي حوالين الحته. طب في حته ثانيه بقى برضه مهمه قوي، ماذا يحدث اذا لم يفرض نابليون ضرائب بعد موقعه ابو قير البحريه؟ والله اشوف انا بعتبر دايما الضرائب اهم سبب لقيام الثوره. يبقى ما كانش ما كانتش اهم الثوره. طيب كويس جدا استاذ عبد المنعم. عندنا بقى ثوره القاهره الثانيه. طبعا سؤال بقى، احنا هنقعد نقول اسئله جميله كده وجديده استاذ عبد المنعم. ما العلاقه بين معاهده العريش وقيام ثوره القاهره الثانيه؟ ما هي المعاهده لما فشلت خلي بالكم المصريين اول ما سمعوا انه في معاهده والفرنسيين هيمشوا بقوا مبسوطين، انما المعاهده فشلت وانتم عارفين اسباب فشلها، اشتراط انجلترا ان يخرج الفرنسيين اسرع حرب فرفض كليبر. طبعا. ففشلت المعاهده، فالمصريين زعلوا ان الفرنسيين هيفضلوا قاعدين. يبقى نقول هنا غضب المصريين من استمرار وجود الفرنسيين في في مصر بعد فشل الحملة. ده غير ان المشاكل اللي واجهت الحملة في مصر في هذه الفترة، هذا ادى في النهاية الى قيام ثورة القاهرة الثانية اللي كان مركزها بولاء. تمام. يبقى ماذا يحدث اذا تم تنفيذ بنود معاهدة العريش؟ الطالب هيقول ما قامت الثورة، كان كليبر رحل ورجعت مصر تاني ولاية عثمانية. نيجي بعد كده استاذ عبد المنعم وناخد ثوره 1804 وثوره 1805. الاسباب واحده في الاثنين، وهي فرض الضرائب سواء من البرديسي عشان ازمه الفيضان، وفرض ضرائب من خورشيد في 1805. بس هنا في 1805 يعني زود سبب كمان اللي هو فرق الدولية العسكريه. تمام. التي عاست احنا قلنا العامل المشترك في قيام الثوره الضرائب عشان الطالب يعرف. هنا بقى السؤال الجميل قوي اللي هو موقف محمد علي في ثوره 1805، وقف مع الشعب في ثوره 1805، الشعب وقفوا مع محمد علي. حتى دي برضو الطالب يبقى فاهمها صعب منه. ايه السؤال اللي ممكن يجي هنا في 1804؟ هنقول ايه؟ ممكن نقول دلل وقوف محمد علي الى جانب المصريين في ثوره مارس 1804. هتقول محمد علي اعلن انضمامه جهرا للعلماء والمشايخ، دي نمره واحد. نزل بجنوده الشوارع وامر جنوده باحترام المصريين، حارب المماليك وهاجم مراكزهم. طيب. وطرد المماليك خارج القاهره. شوف النتيجه، اكتسب محمد علي حب الشعب وثقه الزعماء. عشان كده عرضوا عليه الولايه بعد كده. بدايه هنا استاذ عبد المنعم الشعب قرر يختار محمد علي. تمام. وده اللي ظهر في حادث المحكمه. لما اجي اقول حادث، كان حادث المحكمه يعتبر اول صك اجتماعي، الطالب يجاوب ايه؟ هنا لازم اقول هنا هو مين عزل خورشيد ومين عين محمد علي؟ الزعامه الشعبيه. الشعبيه. طيب الزعامه الشعبيه لما عينت محمد علي قالوا له انت ولي وخلاص؟ لا، فرضوا عليه فرضوا عليه شروط ان هو يحكم بالعدل ولا يفرض اي ضرائب الا بعد مشوره وموافقه زعماء الشعب، ولا يحقد اي امر سواء كان صغير او كبير الا بعد موافقه زعماء الشعب، واذا خالف هذه الشروط عزلوه. هو ده الصك في اتفاق. يبقى صك عقد. اتفاق شروط. انا عليا وانت عليك زي اللي هو انت عارف انا بعتبره دستور. بس هو دستور لاول مره الشعب يشارك. هو لا طبعا ما فيش بس سؤال مدروس المسابقات. وهنا برضه بقول ما العلاقه بين الحمله الفرنسيه وتعيين محمد علي 1805؟ قصه مرتبطه ببعضها. الطالب يبقى فاهم. انت عارف يا استاذ عبد المنعم باذن الله الامتحان اسئلته صغيره واجاباته هتبقى عباره عن نقطتين، عشان هي الاسئله هتبقى درجتين او درجه. والطالب باذن الله بطمنكم اهو في سؤال ما رايك، اي اجابه منطقيه باذن الله هتاخد الدرجه كامله، هيبقى عليه درجه باذن الله.
الطالب، عايزين الطالب ما يضيعش حاجه خالص منهم إن وما شاء الله. يسيبش حته الا لما يكتب فيها. احنا بنستعرض معاك قوس ثورات، وصلنا لثوره 1805، هنخش بقى على ثوره جديده، الثورة العربية الثوره العربيه. 1881. ما اقدرش اقول ان الثوره العربيه ليها نتائج، لكن احداثها كتير وكل حدث ممكن يجي عليه سؤال. لكن اسباب الثوره لازم، استاذ عبد المنعم، لو جت اسباب الثوره مش هينفع تيجي السته، فلازم الطالب يبقى عارف الاسباب السياسيه، الاسباب الاقتصاديه، الاسباب العسكريه. بعد اذنك قول لنا بقى الاسباب السياسيه لوحدها، الاقتصاديه، العسكريه. اولا السياسيه اللي هو ازدياد التدخل الحكم المطلق مطلق المستبد وازدياد للخديوي التدخل توفيق ورياض باشا، وفي نفس الوقت الاثنين خاضعين نفوذ الاجانب. للاجانب، وهذا ادى الى تدخل انجلترا وفرنسا في شؤون تمام مصر الداخليه يعني ايه بقوه. الخديوي خاضع تماما لتعليمات واوامر فرنسا وانجلترا، يبقى دي سياسيا. طيب طب اقتصاديا، ما احنا عارفين رياض باشا لما تم اعاده العمل بنظام المراقبه الثنائيه، المراقبه الثنائيه عملت 3 اعمال نتج عنهم تدهور الاوضاع الاقتصاديه، خاصه قانون الايه؟ المقابلة، التصفيه. التصفية والمقابلة، ما الاثنين. المقابله زعل لمين؟ زعل الاعيان، ملاك الاراضي، خاصه الاعيان، لان كل الفلوس اللي دفعوها راحت عليهم. طب وقانون التصفيه، هذا القانون سيء السمعه، مظهر قوم من مظاهر التدخل التدخل الاجنبي في شؤون مصر، لان حدد اكثر من نص ايرادات مصر لسداد الديون الديون، وما تبقى لمصر طبعا بسيط، وهذا حرم المصريين من ثمره جهودهم. ده غير انه وضع الدائره الثانيه والدومين لارض الخديوي والاسره المالكه في ايد اداره دوليه ضمانه لسداد الديون. فكل ده ادى الى تدهور الاوضاع الاقتصاديه بسبب قانون التصفيه والمقابله، ده حتى بيع نصيب مصر من حصه مصر في صافي 4 قناة السويس تمام. للاتحاد الماليين في باريس اللي هي ال 15%، ومصر اصبحت لا تملك شيء في قناه السويس. كل ده دي اسباب ادت الى قيام الثوره. طيب. يبقى دي اسباب نسميها ايه؟ اقتصاديه. اسباب عسكريه، طيب اسباب عسكريه طبعا تعرض العسكريين في الجيش للاضطهاد، خاصه الضباط بتوعنا، لا في ترقيات ولا زياده مرتبات غير المعامله السيئه. وطبعا لما قلنا السبب المباشر اللي هو نقل الامير علي عبد العال حلمي من قياده علي ترى الى مقر وزاره الحربيه وتعيين تركي مكانه، وده يعتبر تنزيل لمكانه الضابط المصري عبد العال حلمي. تمام، يبقى احنا كده خدنا الثوره العربيه اسبابها مباشرة وغير مباشرة، وخدنا الأسباب الغير مباشرة على شكل نقط عشان مش هيجي أسئلة فيها إجابات كتيرة، خلي بالكم معانا. بعد كده أستاذ عبد المنعم هنخش بقى على ثورة 1916 وثورة 1919 والثورة المهدية. طب الثورة المهدية يا أستاذ عبد المنعم مستخبية. الثورة المهدية أبنائي إيه أسبابها؟ رغبة المهديين أو محمد أحمد المهدي في السودان في التخلص من الحكم الإنجليزي أو الحكم الإنجليزي المصري المشترك. طب نتيجة الثورة قيام انجلترا بالضغط على مصر لسحب جيشها من السودان في عهد وزارة الشريف 1884 في عهد حكم توفيق، وكان من نتائج انسحاب الجيش المصري، ودي المهمة جدا. اما اجي اقول ايه، هناك علاقة بين قيام الثورة المهدية وانسحاب الجيش المصري من السودان، او هناك علاقة بين الثورة المهدية والتوسع الاوروبي في شرق افريقيا او في جنوب السودان، واقتسام املاك مصر، تقسيم املاك مصر. القصه كلها لازم اكون فاهم، والحته دي مستخبيه وجا سؤال عليها قبل كده، بس ناخد بالنا ان في حاجه اسمها الثوره المهديه وليها علاقه بخروج الجيش المصري والتقسيمات اللي انجلترا خدت مديريه خط السواء واوغندا وزياره وبربره، وفرنسا خدت طبعا طاجوره وجيبوتي، وايطاليا خدت مصوع واريتريا والصومال اللي هو الراس الاخضر. وطبعا نتج في الاخر عنه في النتيجه بقى بعيده اللي هي حادثه فاشودة، ان فرنسا ارادت تتصدى للوجود الانجليزي فقامت باحتلال فاشودة، ونتج عن فاشودة استسلام طبعا عباس حلمي، واصبح اول المنهزمين وابتعد عن الحركة الوطنية. استاذ عبد المنعم عايزين بقى نتكلم عن ثورة 1916 عشان ناخدها بالترتيب كده، هي موجودة عندك 19 و16. ثورة 1916 ليها اسباب مباشرة واسباب عادية يا استاذ عبد المنعم. هو شوف الثورة اللي هي العربية 1916 اللي هي بزعامة الشريف ايه؟ حسين. أولا نقول هنا الثورة دي قامت مين ضد مين؟ العرب بزعامة الشريف، عرب سوريا والحجاز، ضد الدولة العثمانية. طب السبب ايه؟ السبب هنا فشل
المؤتمر العربي في باريس، مؤتمر الطلبة العربي في باريس 1913، لأن تركيا اللي هي الدولة العثمانية رفضت تنفيذ مطالب العرب في هذا المؤتمر، وكمان إيه فشلت التسوية العربية التركية اللي أعقبت هذا المؤتمر. هم العقل عايزين يبقى استقلال ذاتي، عايزين لهم مطالب منها استقلال ذاتي، ومنهم الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية، بس مش عندنا في المنهج. المهم يبقى دي أسباب الثورة، ده غير إن الدولة العثمانية كانت بتتبع سياسة عدائية ضد العرب اللي هي التتريك والطارونية، عايزة تقضي على اللغة العربية وتنشر اللغة التركية، والدولة العثمانية رافضة تماما إصلاح أوضاع العرب. فما كان من العرب إلا إن هم إيه لازم يعملوا ثورة عشان يتخلصوا من الحكم العثماني. طبعا هو الأنبياء الشريف حسين معبرا عن طموحات الزعماء العرب في سوريا. السبب بقى أستاذ عبد المنعم، السبب المباشر خوف الشريف حسين من قبض من الأتراك يقبضوا عليه بعد أن علموا أن بعض الزعماء العرب قد اتصلوا بفرنسا، وأصبح هناك شبه خيانة للجيش الطارق. أصل هنا الدولة العثمانية كلفت وهيب باشا في جدة بإيه؟ بالقبض على الشيخ حسين. بالقبض أي خدش مكة ويخلع. يبقى إسراعه يعني المفروض يا أستاذ عبد المنعم ما كانش يعمل الثورة لأنه لم يحصل على المطالب المطلوبة. هو تخيل إيه؟ إن إنجلترا ممكن سوف تقدر له ما هذا قام به من مجهودات. ولكن كانت إنجلترا لا تقيم وزنا إلا لمصالحها هي. طيب هنا يا أستاذ عبد المنعم لما يجي سؤال للطالب ماذا كان يحدث اذا لم يقم الشريف حسين بالثوره، او ماذا كان يحدث اذا انضم الشريف حسين الى تركيا انا اقول لك على حاجه هنا لو انضم للدوله العثمانيه عايز اقول لك هزيمه انجلترا وفرنسا. تمام ما كانتش انجلترا وفرنسا هيقسموا سوريا ولبنان، لان في عز ما الشريف حسين والعرب بيساعدوا انجلترا وفرنسا انجلترا وفرنسا غدروا بالعرب في مؤامره سايكس بيكو يعني نتيجه ما كانش قامت ثوره بقى مفيش ما كانش في ثوره ولا استيلاء على الحجاز تمام ولا هدنه مدروس ولا هزيمه تركيا، لان خلي بالك انجلترا واسمها المانيا والنمسا والمجر ومعاهم الدوله العثمانيه في السنوات الاولى للحرب العالميه الاولى كانوا هم اللي مكتسحين، هم اللي محققين النصر. تمام يا صاحبي. طيب كويس جدا، يبقى احنا ابنائي كده بنستعرض معاكم ونقول الاسئله كمان المختلفه، ماذا يحدث؟ طب ما النتائج بقى المترتبه على الثوره استاذ عبد المنعم، برضه ما احنا عايزين بقى نشوف النتائج. النتائج بقى اللي هي الثوره العربيه، خلي بالكم هنا نقول ايه، اول حاجه تقسيم بلاد الشام والعراق بين انجلترا وفرنسا، دي نمره واحد، لان خلي بالك الثوره دي كمان ساعدت انجلترا وفرنسا في التخلص من الحكم العثماني لكل من سوريا وايه؟ لكل من سوريا والعراق. طيب. نجاح انجلترا في عقد هدنه مع الدوله العثمانيه، هنا هدنه مدروس في نوفمبر 1918، في نفس الوقت جيش انجلترا نجح في دخول الموصل بعد ايه؟ بعد هدنه مدروس 1918. طيب. يبقى انت كده قلت لنا نقطتين، ونقول بقى النقطه الثالثه ان الشريف حسين استولى على الحجاز ولكن تم منع قواته من الدخول الى دمشق والمناطق الساحليه. أستاذ عبد المنعم الثورة ديت لما أجي أقول إن ليها علاقة ثورة الشريف حسين ديت ليها علاقة بإيه؟ بسايكس بيكو. ليها علاقة بسايكس بيكو. أنا لسه قايل إن العرب لما ساعدوا إنجلترا وفرنسا، ما هو سوريا ولبنان كانوا تحت الحكم المباشر لمين؟ للدولة العثمانية. فلما الثورة العربية ساعدت إنجلترا وفرنسا في الانتصار على الدولة العثمانية، هنا إنجلترا وفرنسا قعدوا يعملوا إيه؟ في سايكس بيكو قسموا بلاد الشام والعراق فيما بينهم، وطبعا وفلسطين اداره دوليه. يبقى هنا في علاقه بين سايكس بيكو برضه وسان ريمو. طب انا بجيب بقى سؤال كده فيه تكه شويه، واقول هناك علاقه بين عصبه الامم بعد الحرب العالميه الاولى وسان ريمو. بص بقى هنا سان ريمو قالت ايه؟ فرض الانتداب الفرنسي على سوريا وايه؟ تمام ولبنان مش كده؟ تمام والانجليزي على العراق وفلسطين. طب وهنا موقف عصبة الامم من وافقت عصبة الامم على الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان وعلى بريطانيا على العراق وفلسطين، وبذلك تكون عصبة الامم قد تخلت عن ايه؟ اهم مبادئها وهي مساعدة الشعوب المغلوبة على امرها في تقريب مصر. طيب استاذ عبد المنعم معانا تليفون وليد من طنطا، السلام عليكم. اتفضل بركاته محمود. اهلا بسيادتك يا فندم، اهلا بك، كل سنه وانت طيب. مين وليد طالب ولا ولي امر؟ لا ولي امر طبعا. صوت سيادتك، اهلا بيك. اهلا، كل سنه وانت طيب. وانت بالف صحه وسلامه. ازيك يا مستر عبد المنعم؟ اهلا بيك استاذ وليد، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا. سلام يا مستر احمد. اهلا، يوصل باذن الله. اتفضل. متشكر جدا لتعب حضراتكم والله. لا اهلا بيك. الله يخليك. كان في سؤال او استفسار بسيط معلش. اتفضل.
كان في البوكلت بيقول لك كانت السلطه الفعليه واختيارات اختيارات تمام. كانت السلطه الفعليه كانت عند السلطة تولي الخديوي توفيق. نعم كانت السلطه الفعليه ايوه عند تولي الخديوي توفيق ايوه الحكم ايوه في يد تمام كان مكتوب عند الاحتلال والخديوي توفيق والسلطان وغيره. هو السلطان ما كانش فيه احتلال لسه. ما كانش فيه احتلال استاذ وليد. احتلال يعني احتلال 82. طب كان السلطه الفعليه في ايد مين؟ نعم ايد السلطان. في ايد السلطان. ليه بقى؟ لان السلطان يعني العثماني اصدر فرمان اغسطس 1879 بعد عزل الخديوي اسماعيل. سحب المزايا. والسلطان ده سحب كل المزايا اللي اداها السلطان للخديوي اسماعيل في الفرمانات الاربعه اللي خدها اسماعيل. ما هو الكتاب يا مستر عبد مكتوب فيه السلطه القانونيه والاسميه السلطان كانت في ايد في عهد عباس حمد. بس انا يبقى احنا كده فهمت ان السلطه الاسميه والفعليه كانت في ايد السلطان. بص الاسميه انا عايز اقول حاجه، هي امتى بقت سلطه اسميه؟ بعد الاحتلال. تمام. بعد ايه؟ الاحتلال. يعني في اتنين كانوا بيشاركوا الخديوي عباس في السلطه الاسميه، السلطان لانه بيصدر الفرمانات، فرمانات التولية. وعندك انجلترا في ايدها السلطة الايه؟ الفعلية بناء على ايه؟ القانون الاساسي اللي اصدره دافرين 1883. يعني حتى يعني كان السلطان. كان نعم. السلطان يقاسم الخديوي السلطة الاسمية. السلطة الاسمية اللي هي مالهاش لازمة، انما انت بتتكلم هنا في البداية، أول ما الخديوي توفيق اتولى السلطان سحب كل المزايا. تعرف يا أستاذ وليد إيه النص اللي خلى السلطة الاسمية في يد السلطان؟ اللي هو ابقاء مصر تحت السياده العثمانيه. العثماني لحسب المعاهده بتاع لندن. لا وحسب دافرين. انا بصراحه انا شكيت ان هي ممكن تكون الاجابه اللي هي الخديوي توفيق نفسه. لا عمر ما في خديوي مسك سلطه فعليه. الوحيد اللي حب يعمل سلطه فعليه واتهدد بالعزل عباس علمي ولم يمارس السلطه الفعليه. في ناس وقع استاذ وليد، في ناس وقع في شك في حته ايه؟ يقول لك السلطة الفعلية في ايد توفيق لأن الفرمان بتاع أغسطس 1879 لم ينفذ بسبب اعتراض انجلترا وفرنسا خوفا على مصر. لا اتنفذ. الفرمان اتنفذ. فرمان اتنفذ. أستاذ الفاضل الفرمان اتنفذ، والدليل على كده دليل على كده إن عدد الجيش أصبح 18,000 جندي. مش أيوة. الفرمان بيقول كده. ولذلك أنت عندك في مطالب العسكريين في مايو 81 بيقول ايه عرابي؟ زيادة الجيش الى 18. طب وفي حركة 9 سبتمبر 81 نفس الكلام، عرابي اعاد الطلب تاني بيقول زيادة الجيش الى 18. ففي ناس وقع في حيرة يقول لك الفرمان طالما انجلترا وفرنسا رفضوه يبقى لم ينفذ. لا، هو الفرمان يتنفذ. تمام. في حاجة تانية. طب في سؤال تاني بعد اذنك يا ناس. ظهرت اختيارات برضه. اختيارات. ظهرت نجاح تجربة المصريين. ايوه. محمد علي لما ضرب المصريين في حرب المورة. في حرب المورة كان مستر احمد جاوبها قبل كده بلاد الشام. معلش يمكن بس يعني انا متاكد بس عشان برضه ما لا هو الجيش المصري الحرب الوحيده اللي اشترك فيها، اول حرب اشترك فيها حرب المورة، بعد كده استعان بيه في الشام، لكن الجيش المصري حقق انتصارات في المورة، ودي اول تجربه فعليه لاشتراك الجيش المصري. تمام. والمعلومه دي لقيت تحت الصفحه كده اللي هو كانت حروب الشام او حروب المورة. هو استاذ احمد اكيد قصده يعني هو اكيد ما شايف المورة. هو قصده المعلومات اللي تحت الصفحه دي في الامتحان اشترك في حرب الشام يعني. تمام. اللي تحت السطر ده بقى. ماشي. طب المعلومات اللي تحت الصفحه في الاخر دي بتيجي في الامتحان؟ لا مش منها حاجه. معلومات اسرائيليه يعني. معلومات اسرائيليه تحت السطر الاخير ما بيجيش منها حاجه. طب ممكن طلبه مستر محمود، انا اسف. نعم. ممكن تليفون حضرتك سيادتك، ممكن تاخده من بره او سيادتك تبقى تسيب تليفونك واحنا بنتصل بك. مفيش اي حاجه تحت امركم. طب يا ريت اتمنى عشان في بعض الحاجات كنت عايز اتاكد من حضرتك. يعني نتعاون كل اهلا بيك وكل سنه وانتم طيبين. وانت بألف صحة وسلامة. وشكرا جدا لحضرتك. اتفضل، احنا هنقول حاجات كويسة جدا مع أستاذ عبد المنعم. الاختبارات جميلة أوي، جميلة المراجعة بصراحة والله. احنا سعداء جدا وشرف لينا. أهلا. شكرا لحضرتك. أهلا. وكل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك. يا أستاذ عبد المنعم نرجع بقى أستاذ وليد تناقش معانا والحتة دي جميلة أوي بتاع السلطة الفعلية والحتة بتاعة الفرمانات اللي عاملة لبس مع المدرسين ديت. طيب بقول لسيادتك بقى، احنا كده اتكلمنا عن ثورة الشريف حسين وخدنا نتائجها وهدنة مدروس المستخبية. خلي بالكم ان انا عندي في المنهج هدنتين، هدنه رودس ومدروس، وكلمه السين في حرف السين في الاثنين بيلخبط. هدنه مدروس استاذ عبد المنعم قال لكم قامت في العراق ونتج عنها خروج تركيا من العراق واستيلاء انجلترا على الموسم. هدنه رودس 1949 ونتج عنها اعتراف الدول العربيه بوجود، يعني مش بوجود الصعيد، بالحدود وخروجهم من الحرب.
وتأمين، أو نقول إن أصبحت أمريكا وفرنسا وإنجلترا مسؤولة عن حماية حدود إسرائيل. ده بالنسبة لهدنة رودس. نرجع بقى يا أستاذ عبد المنعم وناخد ثورة 1919. ثورة 19 مش هيجي عليها أسباب، يعني ما أسبابها أنا أقول لك يعني في نقط. تنكر إنجلترا طبعا لاستقلال مصر واستمرار فرض الحماية البريطانية. أنا ليه بقول يا أستاذ عبد المنعم، مش أنت طبعا تشكر بتحلل لنا، أنا مش هقول ليه هيجي عليها أسباب، لأن لو جاب بما تفسر لازم يجيب نص الكتاب واحد اتنين هو ممكن طالب يستنتجها استنتاج. طب أنا هنا بقى يبين لي سؤال، ما العلاقة بين أوضاع مصر بعد الحرب العالمية الأولى وقيام ثورة 19؟ ده السؤال. طبعا هنا اللي خلي بالكم، بعد الحرب العالمية الأولى هزيمة الدولة العثمانية وسقوط فكرة الخلافة العثمانية، فالمصريين قالوا ايه؟ احنا لازم نعمل دولة مستقلة تماما عن انجلترا. أيوه. وعن ايه؟ تركيا، لان في فكرة ظهرت جديدة اللي هي فكرة القومية المصرية او الجامعة المصرية. فالمصريين من حقهم ايه؟ ان هم يستقلوا. احنا قلنا زاد من يعني مطالبة المصريين بالاستقلال المبادئ اللي اصدرها الرئيس الامريكي ويلسون، وده كان نصاب يعني لما قال حق الشعوب المغلوبة على امرها في تقرير المصير. فده ادى امل للمصريين ان هم يستقلوا، خاصة قالوا ان في عصبة الامم وهنعرض قضيتنا على عصبة الامم وهناخد استقلال. طيب. فكل دي اسباب ادت الى لما انجلترا بقى رفضت وقامت بنفي مين؟ سعد زغلول وزملائه الى جزيرة طبعا مالطا. هذا ادى الى قيام ثورة 19. طيب استاذ عبد المنعم، ايه رأيك بقى لما اجي اقول ايه سؤال قارن بين افكار مصطفى كامل في قيادة الحركة الوطنية ضد انجلترا وافكار سعد زغلول في قياده الحركه الوطنيه بعد الحرب العالميه الاولى؟ انا هنا جبت سؤال من فصلين، من الفصل الثالث وسؤال من الفصل الرابع. هو مصطفى كامل في البدايه ما هو اعتمد على فرنسا، هو اعتمد على السلطان الاسس بقى العثماني، مش كده؟ يبقى التخلص. وبعد حادثه فاشوده اقتنع مصطفى كامل بايه؟ من استحالة الاعتماد على الخديوي وعباس وعلى فرنسا وعلى السلطان، بل رأى ايه؟ ضرورة اعتماد المصريين على انفسهم حتى يفوزوا بالاستقلال. ولذلك هو مصطفى كامل الشغل كله اللي عمله بعد حادثة ايه؟ انت مشكور طبعا، انت اتكلمت لنا عن اساليب الكفاح. اما اجي اقول يا استاذ هنا كفكر، هنا الفكرة بتاعته هي اي عايز ايه؟ عايز يستقل، بس مع ايه؟ ايوه، مع الخضوع للدولة العثمانية باعتبارها دولة الخلافة الإسلامية. انما سعد زغلول وقلنا فكرة جديدة اللي هي الجامعة المصرية او القومية الايه؟ المصرية، ان مصر تبقى دولة مستقلة تدين بالولاء لحاكم مصري. طيب. وليس اجنبي. طيب يبقى انا هنا يا استاذ عبد المنعم اما اقول افكار مصطفى كامل في قيادة الحركة الوطنية هي التمسك ببقاء الدولة العثمانية وعدم الانفصال عنها، التخلص من انجلترا، ثلاثة اللجوء لطلب مساعدة دولة أجنبية وهي فرنسا بسبب عدائها. سعد زغلول أستاذ عبد المنعم قامت فكرة كفاحه على اثنين، الاستقلال التام دون الارتباط بأي دولة سواء فرنسا والدولة العثمانية، والتخلص من الاحتلال البريطاني. أنت عارف إن الجزئية دي ما جاتش نهائي، اللي هي الأفكار الرئيسية اللي قامت فكرة كفاح سعد زغلول حول فكرتين رئيسيتين. طيب عايزين نبدا حاجه اصعب منهم. سعد زغلول دخل في مفاوضات مع اثنين، ميلنر وماكدونالدز. الطالب ممكن يتلخفن في ايه وانت تفكها له ازاي؟ شوف هقول لك الحاجه. بالنسبه للاولى هي الاولى بعد الكلام ده ايه؟ لما لجنه ميلنر جت والمصريين قاطعوا لجنه ميلنر. طيب. فانجلترا اتاكدت انها لازم تعمل تفاوض مباشر مع سعد، فدارت مفاوضات سعد ومنر. تمام. والمفاوضات دي بهدف الاستقلال الكامل. طب فشلت ليه؟ سعد عايز استقلال كامل. أيوه. انما انجلترا عايزه تديني استقلال داخلي وخارجي شكلي سوري. طيب ازاي داخلي سوري او شكلي؟ بتقولي انا اللي احمي الاقليات. تمام. خلاص، هي اللي تحمي مين؟ الاقليات الموجودين والأجانب. في مصر اللي هم الاجانب، الاقليات اللي هم زي المسيحيين، وايه المصالح الاجنبيه؟ واي حد اجنبي بقى، اي اقليات، المصالح الاجنبيه، الارمن، الشوام، الدروز كده. طيب. طب واستقلال خارجي؟ حرمانك من اقامه اي علاقات مستقله مع اي دوله اجنبيه. طيب يبقى ده مش استقلال. سعد مصمم على الاستقلال الكامل، يبقى فشلت مفاوضات سعد وايه؟ ومنر. مفتاح الاجابه، لان انجلترا عايزه تدي مصر استقلال خارجي وداخلي شكلي او صوري. ناخد بالنا. انما ماكدونالد ليه فشلت؟ خلي بالك، هو سعد وماكدونالد بيعمل مفاوضات مع بعض عشان يتخلص من التحفظات الاربعه بتاعت وناخد بالنا. صعب منهم حاجه،
ان مفاوضات سعد منصور قبل ما يمسك سعد زغلول الوزاره وقبل ما يتنفي الى السيسي. ما الكلام ده قبل سعد ايه ما يمسك الوزاره؟ لكن مفاوضات سعد ماكدونالد كان هو رئيس بقى وزاره، اول مفاوضات تتم في العهد الدستوري. اصل لو جت اللي تشوز اول مفاوضات تمت في العهد الدستوري وجاب مفاوضات سعد منصور، وما سعد ماكدونالد الطالب ممكن يفتكر اول يبقى سعد ايه منصور، يبقى سعد ماكدونالد اول مفاوضات بعد الدستور. تمام. طيب وبرضه ناخد بالنا صعب منين، في فرق بين فشل لجنه منصور وفشل مفاوضات سعد منصور. لجنه منصور دي كانت مع المصريين وفشلت بسبب المقاطعه ودور لجنه الوفد في مصر المركزي عبد الرحمن. طيب ما النتائج المترتبه على فشل مفاوضات سعد ماكدونالد؟ شوف هنا اول حاجه اول حاجه انجلترا ارادت التخلص من سعد، فهتجي لها الفرصه اللي هي النتيجه اللي انت عايزها. تمام. قيام احد الوطنيين المصريين أيوة. بقتل السير ليستاك اللي هو قائد عام الجيش المصري في السودان، كان بيزور القاهره، واحد مصري وطني موته اعتقادا منه ان هو ما يموت واحد انجليزي بيخدم القضيه الوطنيه. يبقى كده يا استاذ مني ما تحصل انتكاسه للحركه طبعا الوطنية. ولذلك قتل السير ليستاك كان نكسه على مصر. ليه؟ لانه اضر بالحياه الوطنيه والدستوريه في مصر. طيب. لان بناء عليه استقالت اول وزاره وطنيه منتخبه اللي هي وزاره ايه؟ اللي هي وزاره سعد. الملك انتهز الفرصه لما انجلترا بعتت الانذار عشان يحكم البلاد حكم ديكتاتوري، في عين احمد زيور رئيس وزراء ونفذ الانذار الانجليزي وحل البرلمان واجريت الانتخابات، وفي اول جلسه انعقاد لمجلس الشعب الجديد اللي بيتكون من حزب الوفد الملك اصدر قرار جديد بحل المجلس، وهنا تلاعب الملك بالدستور وانتكست الحياه الدستوريه في مصر، والشعب بقى بعد ما كان مركز في مشكله واحده وهي مشكله الجلاء بقى عنده مشكلتين، الجلاء والدستور. هو ده شعار هذه المرحله بعد مقتل السير ليستاك. ده الشعب هو اللي رفع شعار الجلاء والدستور. طب السياسيين، اما اجي اقول بقى كان دلل، كان للشعب المصري والسياسيين مواقف مضاده من وزاره زيور. احنا بقى بنقلب الاسئله وبنخترع اسئله بشكل جديد. كان للشعب المصري والسياسيين مواقف مضاده من وزاره زيور. الشعب المصري انت ستر جاوبتها شكرا لك. انت بتتكلم بقى في السياسيين بقى في الكونتيننتال بقى 25 1925 لما اعضاء مجلس النواب اجتمعوا ليهم مطالب تمسكهم بايه؟ بعضويتهم في مجلس النواب، يعني قالوا قرار الملك باطل، الشعب هو اللي انتخبنا هو اللي عايزنا، وسحب الثقه من وزاره زيور باشا، يعني الوزاره دي لازم ايه؟ لازم تستقيل. دي موقف هنا. وهنا نقول هنا خلي بالك كل الاحزاب السياسيه بكل التيارات السياسيه اتحدت ضد زيور والملك، وده اللي خلى اما اجي اقول بقى يا استاذ عبد المنعم جرتني لسؤال، لما اجي اقول ما النتائج المترتبه على قرارات مجلس النواب 1905؟ القرارات خلي بالك بقى ما يجيبش الطالب بقى القرارات، يقول بقى ان انجلترا اضطرت شعرت بصعوبه سيطره الملك على الحياه السياسيه في مصر فسمحت بعوده ضغطت عليه على فكره وطلبت منه يعمل اجراء انتخابات، فتم اجراء انتخابات وفاز حزب الوفد بالاغلبيه بالاتفاق مع الاحزاب الاخرى. تمام. ولكن انجلترا اعترضت وطلبت من سعد زغلول عدم تولي الوزاره، فتم تشكيل اول وزاره ائتلافيه. عارف ان دي شفناها في اللي تشوز كتير جدا اللي هي وزاره عدلي يكرم. طيب. حزب الوفد والاحرار الدستوريه. تمام. للوزاره. وسعد زغلول بقى رئيس مجلس النواب، وطبعا مصطفى النحاس وعيسى واصف وكيلين للمجلس. ايه رايك؟ عايزين حاجه مشتركه تجمع للطالب الوزارات اللي هقول عليها دي دلوقتي سيادتك. طيب وزاره زيور، وزارة محمد محمود، وزارة اسماعيل صدقي، لو جه سؤال عنها للطالب ايه الجملتين اللي يمشوا مع الوزارات الثلاثة؟ يعني انا لازم اقول هنا حكم ايه؟ الثلاثة حكمهم حكم ايه؟ مطلق ديكتاتوري. مطلق ديكتاتوري. تمام. ادي اول نقطة الطالب يكسبها. والثلاثة يعني شغالين لحساب الملك وحلوا ايه؟ وحلوا البرلمان. ثلاثة حلوا البرلمان. ما هو بأمر مين؟ لأنه الملك. خلي بالك حل البرلمان ده حق دستوري للملك. للملك. يعني مش رئيس الوزراء. يبقى هنا بس هو بيكلف وقال له حل البرلمان. بيحل البرلمان. سواء زيور أو محمد محمود أو إسماعيل صدقي. عشان يبقى الطالب كده كسب نقطتين في ثلاث وزارات مضمونين. طيب لما أجي أتكلم بعد كده عن ثورة 1920 في العراق وعلاقتها بمصر. خلي بالك ما هو بناء على قيام ثورة 1919 أيوة. في مصر من آثار هذه الثورة على المستوى العربي. طيب. إن العراقيين اتشجعوا وقلدوا المصريين وعملوا ثورة 1920 في العراق، ودي بيعتبرها سبب من أسباب ثورة العشرين العراقية. تمام. يعني ما أقول أسباب ثورة العشرين العراقية إيه؟
طبعا قيام انجلترا بفرض انتدابها ايوه على العراق لاول نقطه، 1920 دي اول نقطه. النقطه تمام. الثانيه تاثر العراقيين بثوره 19 المصري. طب استاذ عبد المنعم، نيجي بقى احنا كده ماشيين قوي جميل جدا زي ما احنا عايزين كده عشان ابنائنا يستفيدوا من المراجعه دي. لما اجي اتكلم بقى عن ما رايك في نتائج ثوره 1920؟ جميله، نتائج جميله. لان انجلترا طبعا عدلت سياستها من الشده للين، وشكلت حكومه وطنيه برئاسه عبد الرحمن الجيلاني، نصبت الامير فيصل ابن ملكاً. الشريف حسين ملكا على العراق تحت الانتداب البريطاني في نتيجه ثالثه. دي بقى مش عجباني، هي دخول انجلترا مع العراق في مفاوضات انتهت بعقد معاهده 1930 اللي هي ظلت اليد العليا لانجلترا. يعني بتديهم استقلال بس مش كامل. لا مش كامل، ولذلك بنقول ايه، لم تحقق معاهده 30 العراقيه البريطانيه امال العراقيين الكامله في الحريه والاستقلال، لان المعاهده فرضت قيود على استقلال العراق، منها حمايه انجلترا لطرق مواصلاتها في العراق خاصه المواصلات الجويه، وبناء عليه بقى في قوات عسكريه وجويه لانجلترا في العراق. طب هنا استاذ عبد المنعم في حته مهمه قوي، ان انجلترا دخلت في مفاوضات مع العراقيين من 22 لغايه 30 وانتهت بعقد. هو ليه دخلوا في مفاوضات؟ لان العراقيين حاسين ان الاستقلال ما تمش استقلال تام. هنا في وجه شبه استاذ عبد المنعم بين سياسه انجلترا بعد ثوره 19 في مصر وسياسه انجلترا بعد ثوره، اللي هنا المرور وتعديل وتعديل. تخيل برضه نفس يعني التعديل. مثلا ما نيجي نقول في احنا قلنا العراق، طب مثلا ما نيجي نقول في مصر، انجلترا ايه سياسه انجلترا بعد فشلها في استخدام سياسه العنف ضد ثوره 19؟ اول حاجه اطلقت سراح مين؟ سعد زغلول ورفاقه، عدلت السياسه وسمح لهم بالسفر الى باريس تمام. لحضور مؤتمر الصلح. في نفس الوقت سدت الطريق امام سعد في مؤتمر الصلح، ارسلت لجنه ميلنر تمام. استاذ عبد جميل جدا، عايزين بقى نتكلم عن ثوره 25 ونشوف الاول، انا مش هقول اسباب قد ما هجيب سؤال بصيغه جديده اللي هي العلاقه. ما العلاقه بين مؤتمر سان ريمو، او ما العلاقه بين سياسه فرنسا الاستعماريه وثوره 25 بتاعت ثوره؟ عايزين برضو الاسم الثاني يا استاذ عبد المنعم، عايزين ايه؟ ثوره جبل الدروز، ونجيب الاسم الثالث ثوره طبعا سلطان باشا الاطرش. يعني هنا في كذا صيغه لثوره 25، يا اما يا ابنائي جيلنا ثوره الدروز او ثوره 25 او ثوره الاطرش. ايه رايك يا استاذ عبد المنعم بقى؟ ايه العلاقه بين سياسه أولا فرنسا؟ اولا تمزيق فرنسا لوحده الوطن السوري. تمام. يعني فرنسا مزقت وحده سوريا الى دويلات، زي ما بيقولوا عليها دويلات ميكروسكوبيه. أيوة. يعني عملت دوله اسمها لبنان الكبير وحلب ودمشق وجبل الدلوز والعلويين، ده غير ان هي اقامت دوله على حساب دوله. اقامت دوله لبنان الكبير على حساب سوريا، لان خدت جبل لبنان واقتطعت اراضي سوريا وضمتها الى جبل لبنان زي بيروت وسهل البقاع وطرابلس وصيدا، ليظهر ما يسمى باسم دوله لبنان الكبير. تمام. ربط الاقتصاد السوري بالفرنسي والعمله السوريه بالفرنسي، ده غير طبعا ايه ملأت فرنسا كل الوزارات موظفين. والمصالح الحكوميه في سوريا بالموظفين طبعا، ونشر اللغه الفرنسيه والفرنسه. تمام. سياسه الفرنسه زي النجرازه في مصر. تمام. انت عارف استاذ عبد المنعم السياسه متشابهه بتاعت فرنسا في سوريا وفرنسا في الجزائر وفرنسا في مراكش، هو الاستعمار الفرنسي سياسه واحده، سياسه ثقافيه واحده، سياسه واحده، هي بتحب سياسه اقتصاديه واحده، سيطره على الاقتصاد. بص الاستعمار عموما مع مختلف مسمياته، فرنسا انجلترا ايطاليا، هي سياسه ما ده اللي احنا شفناه واحدة، والسياسه الثقافيه واحده. بس هي يمكن احنا بنقول الحمد لله انجلترا ما نجحتش ما نجحتش في مصر. ليه؟ لان كانت اطماعها في مصر مش على الشعب قد استغلال موقع مصر الممتاز. طيب شغالين احنا كده ووصلنا مع بعض لثوره 1935 في مصر نوفمبر 35. ثوره 35، ويمكن انا كنت بسال الدكتور عاصم دسوقي وقلت لسيادتك، ان قال لي لا مش هنسميها ثوره ونسميها مظاهرات و المهم انا ما يهمنيش اللفظ اللي يطلق على الثوره حتى لو جت. وشوف انا معلش يعني انا مع احترامي للدكتور عاصم، انا في رايي انها ثوره، لان هي لها اسباب ولها سيبك بقى من الاسباب، عامه البلاد المظاهرات والثورات نتائجها قويه. يعني هو انت مثلا ما تيجي غصبا عن انجلترا تامر الملك باعاده الدستور 23، تمام، دي مش نتيجه الغاء دستور 30؟ لا مش مظاهرات بسيطة على ايه، ودستور جديد اللي هو الدستور اللي كان موجود قبل كده اللي اتعطل اللي هو دستور 23، اما تقول في وزارة استقالت
اللي هي توفيق نسيم وتشكيل وزاره جديده برئاسه علي ماهر. دخول انجلترا في مفاوضات مع مصر انتهت بعقد معاهده السته. اعتقد نتائجها اكتر من ثوره 19. ازاي ما تبقى الثوره؟ يعني هي ثوره بلا شك، وطبعا اسبابها معروفه اللي هو توتر الوضع الدولي بعد تولي نسيم باشا توفيق نسيم رئيس الوزراء لما ايطاليا احتلت الحبشه. يبقى هنا ممكن نقول سؤال، هناك علاقة بين احتلال ايطاليا للحبشة ومعاهدة 36 ومعاهدة 36 او قيام ثورة ونأخذ بالنا من وزارة توفيق نسيم. استاذ عبد المنعم بنشكرك جدا، هناخد فاصل قصير وباذن الله نرجع بعد الفاصل ونكمل مراجعتنا لابنائنا. كونوا معنا واستنونا بعد الفاصل. احنا بنقوله باذن الله تعالى، وبرضو عندكم برنامج سر التفوق والاستاذ احمد صلاح بيبقى قابلينا وبيقول برضو اسئلة جميلة جدا، تابعوا معنا. نرجع استاذ عبد المنعم ونتكلم بقى عن ثورة 1936. الثورة دي بقى ليها أسباب واضحة، ليها نتائج واضحة، وفيها علاقات. أول حاجة أبدأ معاك، ما العلاقة؟ عشان إيه الحتة الصعبة، ما العلاقة بين هتلر وثورة 36؟ إيه رأيك بقى لما يجي سؤال زي ده للطالب؟ لو الطالب يا أستاذ عبد المنعم مش متابعنا، ما هي عايزة ربط، مش هعرف يجيب الإجابة. يعني مثلا هتلر واضطهاده أيوة لليهود، تابعوا معانا بقى، خلي أيوة بالكم من الحته دي. تمام. فاليهود ابتدوا يعملوا ايه؟ خاصه اليهود الالمان يهاجروا الى فلسطين. تمام. لان اي يهودي الماني تيجي تساله انسب واحب مكان ليك يقول لك فلسطين. تمام. الوكالات اليهوديه وانجلترا عماله تشحن يهود على فلسطين. تمام. خلي بالكم البرلمان الانجليزي اعلن أن سياسة إنجلترا في تحويل فلسطين إلى دولة يهودية سياسة بريطانية راسخة يعني ثابتة، يعني هنحول فلسطين إلى دولة يهودية يعني هنحولها. تمام. هنا شعر الفلسطينيون بالخطر فعملوا ما عرف باسم اللجنة العربية الفلسطينية العليا اللي لها أربع مطالب. لحظة بقى، عايزين نفهم حاجة عشان الطلبة، ما أنا مش أي حاجة هتقولها كده مش هسيبها لك، يعني خلي بالك، عايزين نفرق مع عدنان يا استاذ عبد المنعم اللجنه والمذكره. ليه؟ لما بيجي لهم المذكره ما بياخدوش بالهم، هم مذاكرينها على انها اللجنه العربيه العليا. طب لو جاء لهم مذكره اللجنه العربيه او مذكره بتاعه 1935، المذكره اللي اللجنه عملتها خلاص المطالب. طيب هي المطالب. طب ايه رايك معانا تليفون ونرجع معاك نريحك شويه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الله منين؟ من صلاح. اهلا بيك يا عبد الله، كل سنه وانت طيب. عملت ايه في الامتحان النهارده؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ايه بقى اخبارك؟ قول لي ايه مطالبك النهارده واسئلتك واستفساراتك؟ معايا سؤال. معاك سؤال، اتفضل قوله واستاذ عبد المنعم يسجله. قول. هو وضح وضع مصر وضح وضع مصر الدولي تجاه السلطان العثماني عقب معاهده لندن. لحظه، وضع مصر الدولي بعد معاهده لندن؟ بعد تجاه السلطان العثماني. تجاه السلطان بعد معاهده لندن. حاضر. تمام. بعد 1840. ايه تاني؟ في حاجه تاني؟ لا شكرا. طيب اسمع الاجابه من خلال التلفزيون. شكرا. استاذ عبد المنعم السؤال ده صغير بس جميل قوي. اللي هو النتائج المترتبه على معاهده لندن. الطالب ما يقولش النصوص. وضع مصر الدولي، ايه بقى وضع مصر الدولي؟ خلي بالك يعني هنا اولا هي مصر رجعت خاضعه تاني للدوله العثمانيه، بس مصر بقى لها شخصيه دوليه متميزه بعد ان كانت مجرد ولايه عثمانيه متميزه شويه. ايه نقطتين؟ بس عادت مصر ولايه عثمانيه تاني، اصبح لمصر شخصيه ولكن دولية. اصبح لها شخصيه دوليه. بس حتى تغير الوضع بمجيء مين؟ اسماعيل بقى بدات مصر تتمتع باستقلال. طيب شكرا ليك يا عبد الله، واحنا في انتظار كل اسئله ابنائنا على الهواء مباشره. استاذ عبد المنعم نرجع بقى لايه؟ المذكره بتاعه اللجنه العربيه العليا. بص يا ابنائي، العرب قدموا للاوروبيين مذكرتين. الشريف حسين قدم مذكره في 1919 وناخد بالنا منها كويس جدا. بعد نهايه الحرب العالميه الاولى الشريف حسين لما حس ان انجلترا وفرنسا ضحكوا عليه من خلال سايكس بيكو راح هو وابنه قدموا مذكره لعزبه الامم بيطلبوا فيها في يناير ان هي ايه؟ استقلال البلاد العربيه ومنهم عرب فلسطين. بعديها بكام يوم اليهود راحوا مقدمين مذكره بيطالبوا بتنفيذ وعد بورفر وفتح فلسطين للهجره وبناء يعني قيام مجلس تشريعي الاول. قام مؤتمر الصلح او عزبه الامم وافقت على مطالب المذكره الصهيونيه ورفضت مطالب مذكره عربيه. انا هنا عشان انط على الحته بتاعت المذكره اللي الاستاذ عبد المنعم كان بيقولها
المذكره بتاعت اللجنه العربيه العليا، يبقى اعرفوا ان العرب قدموا مذكرتين، الشيخ حسين قدم مذكره خاصه بيه وزعماء عرب فلسطين قدموا. اجي اقول لك بقى وضح طموحات زعماء عرب فلسطين في مباحثاتهم مع انجلترا في 1935، تقول بقى ان هم عبروا عن اربع طموحات، اربع مطالب. قالوا ايه؟ اصدار بطاقه شخصيه لعرب فلسطين حتى لا يدعيها من لا ليس حق له بها، لان كان اليهود بيخشوا يلبسوا لبس العرب ويخشوا من الحدود ويضحكوا على الجنود الانجليز ويقولوا لهم انا عربي من العراق وانا عربي من الاردن، ويخشوا على انهم عرب، فاصبح لازم يكون في بطاقه لان كده زادت الهجره غير الشرعيه. اثنين، طلبوا منع انتقال الاراضي من يد العرب لليهود وسن قانون ردنا الخمسه اللي كان موجود في مصر، طلبوا بايقاف الهجره اليهوديه وطلبوا بعدم تنفيذ وعد بورفور. خلي بالكم الاجابه اللي جايه هي المهمه وهي اللي هي الاجابه. استاذ عبد المنعم يقول لنا موقف انجلترا من المطالب. موقف بريطانيا طبعا رفضت تنفيذ هذه المطالب. ايوه، بل واستمرت انجلترا في تهويد فلسطين. عشان طبعًا كده النتيجه ايه بقى؟ قيام الشعب الفلسطيني بثوره عربيه كبرى مسلحه بدات من 36 وحتى 39. تخللها طبعا مجيء لجنه الدولة. طب استاذ عبد المنعم معانا مكالمه، مصطفى من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا مصطفى. الحمد لله كويس. ايه الاخبار النهارده؟ الحمد لله. الحمد لله. يا رب يكملها بالخير في التاريخ، ركز معانا وتابع. حاضر. اتفضل يا مصطفى. معايا ثلاث اسئله. ثلاث اسئله. يقول السؤال الاول، اثبت بالادله التاريخيه. اثبت صحه يعني الجمله او الادله التاريخيه. بالادله التاريخيه. لم تتحرك. لم. تتحرك. علي صوتك. لم تتحرك. لم تتحرك. القوة الإسلامية. القوة الإسلامية. حاكمة أو محكومة. حاكمة أو محكومة. ضد الاستعمار. ضد الاستعمار. بشكل متزامن. بشكل متزامن. 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 السؤال الثاني، ما النتائج؟ ما النتائج؟ التي ترتبت على. التي ترتبت على سياسة محمد علي. سياسة محمد علي في مجال. في مجال ملكية الأرض بعد إلغاء الالتزام. في مجال إيه؟ ملكية الأرض. ملكية الأرض بعد إلغاء الالتزام. تمام تمام. السؤال الثالث، ما النتائج التي ترتبت على. ما النتائج التي ترتبت على سياسة محمد علي. سياسة محمد علي في تطوير الإنتاج الصناعي. في تطوير الانتاج الصناعي. الصناعي. تمام. في حاجه ثانيه يا مصطفى؟ لا، عايز اسال سؤال من الفصل الاول ينفع؟ قول يا حبيبي. اتفضل. عايز اسال، انا اسال. عايز تسال في الفصل الاولاني؟ في الفصل الاولاني بس. ايه؟ طيب اما اجي اقول لك دلل عمل نابليون على توطيد سلطه فرنسا في مصر قبل نزول الحمله. ايه؟ عمل نابليون على توطيد سلطة فرنسا في مصر قبل نزول الحملة. توطيد سلطة فرنسا في مصر. عمل نابليون دلل اثبت يعني. عمل نابليون على توطيد سلطة فرنسا في مصر قبل نزول الحملة. تعمل ايه في السؤال ده؟ هقول ان هو قدر يعني يحارب يعني يحارب انجلترا ودول استعمارية معادية لفرنسا. لا لا. تتكلم عن المنشور يا مصطفى. تتكلم على انه هو عايز يوطد سلطه فرنسا، عايز يطمن ان مفيش مقاومه من المصريين او العثمانيين، فبعت المنشور عشان يجذب المصريين لصفه ويجامل الدوله. وتقول ايه اللي كتبه في المنشور؟ وتقول المنشور انني قد جئت اليكم الا اخلصكم من يد المماليك الظالمين و مجامله الدوله العثمانيه بشكل مستطاع. تمام. واجتذاب المصريين الى صفه، وانه جاء لمحاربه المماليك الغرباء عن البلاد. شوف يا مصطفى انت حافظ الاجابه ازاي؟ بس ما فهمتش السؤال. انا ما فهمتش السؤال. يبقى انت ايه؟ حافظ مش فاهم. يبقى فاهم السؤال يا مصطفى اهم حاجه، مهم جدا عشان اقول الاجابه عندك. عشان مجرد ما قلناها لك انت قلتها. ماشي يا مصطفى. مفيش سؤال تاني. طيب سؤال تاني. طيب دلل. اقول له تاني يا استاذ عبد المنعم. دلل. عمل مينو على تحقيق العداله الاجتماعيه. عمل مينو على تحقيق العداله الاجتماعيه. يا استاذ عبد المنعم شوف مين وعمل ايه. ساعدك. استاذ عبد المنعم هيساعدك ازاي تجيب الاجابه.
ارجع لمينو عمل ايه، شوف حاجه عملها كويسه بتحقق العداله الاجتماعيه. يعني مثلا لما يقول المساواه بين جميع المصريين في دفع الضرائب، دي مش عداله؟ اما بيقول هنا الغاء كل الضرائب اللي الملتزمين فرضوها على اللي هي الضرائب الزياده زي ضريبه المال الميري والبراني، مش عداله؟ وتوحيد كل الضرائب في الضرائب كلها، تحقيق ضريبه واحده. اما قلت تحديد ضريبه التركات ب 5% وجعل الفلاح حرا في تملك الارض، اما قلت الزم جميع المصريين بما فيهم الفرنسيين المقيمين هنا بدفع الضرائب للخزانه العامه للدوله، وجعل القضاء وجعل المصريين هم الذين يمسكون القضاء بدلا من الاتراك. لا ده ده نابليون، ده نابليون. ركز يا مصطفى، احنا بس اديناك صيغ كده من الاسئله عشان تركز وتحل، حل اليومين دول كتير وتابعنا اهو، احنا بنقول اسئله اهو، فهمت بقى القصه؟ طيب هنجاوب لك بقى على الاسئله اللي انت عايزها، شكرا ليك يا مصطفى. ماشي. السلام عليكم استاذ عبد المنعم، هو طبعا مش موجود في المنهج اللي هو اتلغى، لم تتحرك القوى العربيه او كده، لانهم كانوا كلهم واعيين تحت الاستعمار، وكان كل شعب مشغول بالكفاح ضد الاستعمار، ودي نقطه اتشالت من السياسه الاستعماريه. نخش بقى مع الحته الثانيه يا استاذ عبد المنعم والثالثه على طول، اتفضل. اللي هي نتائج سياسه ما نتائج متتابعه سياسه محمد علي في مجال ملكيه الارض. محمد علي في مجال ملكيه الارض مش هو الغى نظام الالتزام؟ طيب وعمل ايه؟ صادر كل اراضي الملتزمين اللي هي ارض روسيه وسجلها باسم الايه؟ باسم الدوله. النتيجه هنا ايه؟ ظهور انواع جديده من الملكيه الزراعيه اللي هم الثلاث ملكيات اللي هي الكبيره والمتوسطه والصغيره. تمام. نتائج سياسه محمد علي في تطوير الانتاج الايه؟ الصناعي. محمد علي هنا لما ارسل البعثات من 1809 وانشا المصانع الحكوميه لاول مره في مصر التي تدار بالماكينات كل انواع المصانع، واكبر الصبيه على العمل في مصانع الدوله، النتيجه الطبيعيه هنا ان محمد علي حقق اكتفاء ذاتي لمصر في مجال الصناعه، خاصه الصناعات اللي بيحتاجها الجيش، وبقى فيه فائض للتصدير. محمد علي خلي بالك قفل اسواق مصر امام الصناعات الاجنبيه بناء على ان هو بقى عنده صناعه هنا، فالنتيجه هنا ايه؟ معارضه الدول الاوروبيه لسياسه الاحتكار اللي اتبعها محمد علي، فكانت معاهده بلطا ليمان اللي اتنفذت في معاهده لندن 1840. تمام يا استاذ عبد المنعم، نرجع نكمل مراجعتنا مع ابنائنا ونكمل بقى الثورات. فعندنا طبعا احنا قلنا ثوره 36 قامت على مرحلتين، قامت الاول ثم تجددت. تجددت 37 ليه؟ يبقى ما اجي اقول لك بما تفسر تجدد ثوره عرب فلسطين 1937 هتقول بسبب رفض عرب فلسطين لقرارات لجنه بيل، لانهم شعروا ان اللجنه قد انحازت لليهود، وانها قد اعطت افضل الاراضي في فلسطين لليهود وهي اراضي الخصبه. وقالوا هكذا يتحول اللاجئ الى مالك ويتحول مالك الارض الى لاجئ، وجددوا الثوره. يبقى انا كده عندي في المنهج اهو لجنه اهو تاني، يعني قلنا لا لجنه بيل، وعندي اللجنه الانجليزيه الايه؟ الامريكيه، وعندي اللجنه العربيه العليا. اما بيجي الفاظ خلي بالكم من اسماء اللجان. يبقى جددت الثوره واستمرت حتى اضطرت انجلترا الى اصدار يعني بعد كده الكتاب الثالث، بس بعد قبل الكتاب الثالث طبعا عملت ايه؟ اللي هو مؤتمر المائدة المستديرة. طب نرجع تاني للأسئلة، وعندنا بعد كده استاذ عبد المنعم عندنا ايه؟ ثورة 1954 اللي هي في مصر اللي هي الجزائر. خلي بالك بقى هي بنقول هنا في نوفمبر 54 بالقاهرة تم الإعلان عن قيام الثورة الجزائرية، بس ده بتشجيع من مين؟ من مصر. من مصر، لأن منذ قيام ثورة يوليو 52 مصر حملت لواء ايه؟ مساندة القومية العربية ومساندة الشعوب العربية في الحصول على الاستقلال، فالجزائريين اتشجعوا وأعلنوا عن قيام ثورتهم من القاهرة. تمام. في نوفمبر 54، والثورة دي استمرت حوالي 8 سنوات. كانت مصر السند الرئيسي لهذه الثورة بما قدمته من سلاح ومن أموال ومن متطوعين، وسخرت كل وسائل إعلامها في خدمة الثورة الجزائرية. الحقيقة بنجد أن دور مصر في الثورة دي كان دور مشرف جدا، لغاية في النهاية مصر حققت انتصار سياسي سنة 60، بأن مصر من خلال اشتراكها في هيئة الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية اللي مصر بتشارك فيها بتدافع عن استقلال الجزائر. لذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة 1960 أصدرت قرار بحق الشعب الجزائري في تقرير مصير. طيب أستاذ عبد المنعم معانا مكالمة. ألو. السلام عليكم عبد الرحمن. استاذ محمود اهلا بيك يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. انت طيب، كل عام وانت بخير. ازيك يا استاذ عبد المنعم؟ ازيك يا عبد الرحمن؟ اتفضل. انت طيب، صح السلامه يا حبيبي، عامل ايه؟
الحمد لله. كان عندي كام سؤال، سؤالين بس. طب اتفضل، هما نكتبه مع عبد الرحمن. سؤال بما تفسر، بما تفسر لماذا انسحبت بريطانيا من حرب 48؟ والثاني بما تفسر ايه؟ بما تفسر انسحاب بريطانيا من حرب 48. انسحاب بريطانيا من حرب 48؟ لا، هي السؤال مش، لا غلط، السؤال مش انسحاب بريطانيا من فلسطين قبل حرب 48. أيوة. انسحاب، ماشي، في سؤال من فلسطين قبل حرب 48. السؤال الثاني، وضح اجراءات مصطفى النحاس لانشاء جامعه الدول العربيه. نقول هنا بروتوكول الاسكندريه. اجراء السؤال ده مش هيجي لاني هو اجابته نقطه واحده، كان موجود قبل كده البرنامج بتاعه واتلغى بقى اقراء. وحضرتك السؤال ده في البوكلت الرابع. معلش معلش، بس هو اجابته هتبقى هنقوله لك برضه. هقول لك النقطه، بس هو الصيغه بتاعت السؤال، واخد بالك، مفيش الا جمله واحده، اجراءات النحاس ليه انشاء جامعه الدول العربيه، ليه تحقيق جامعة دعابي. طيب ايه تاني؟ لا مفيش. شكرا ليك يا عبد الرحمن، اسمعنا من خلال التلفزيون. شكرا. استاذ عبد المنعم، طبعا عبد الرحمن، السؤال بتاع انسحاب انجلترا من فلسطين وبناء هنا بناء على ان الجمعيه العامه للامم المتحده اصدرت قرار بتقسيم فلسطين الى دوله عربيه ودوله يهوديه، انجلترا اعلنت انسحابها من فلسطين، يعني سحب جيشها والغاء انتدابها على فلسطين في موعد اقصاه 15 مايو 48. في نفس اليوم في نفس اليوم اليهود اعلنوا عن قيام دوله اسرائيل. يعني هي قالت يعني خلاص، أنا على موقف ايه، هيئه دوليه، انا ماليش وجود بقى، هي الامم المتحده هتقسم، انا اقعد اعمل ايه؟ انا خلاص انا همشي يوم 14، المفروض يوم 15 كل دولة تعلم قيام دولتها، العرب رفضوا، اليهود علم. فطبعا ده السؤال يعني. طيب السؤال الثاني، اجراءات النحاس لانشاء جامعة الدول العربية، هنقول ان النحاس بعد تصريح ايدن 1943 وافق على فكرة انجلترا ودعا الملوك والزعماء العرب الى عقد مؤتمر في الاسكندرية وتم توقيع البروتوكول. قبل كده كان في سؤال كبير بقى اللي هو خطوات النحاس، ودي اتشالت من المنهج يا عبد الرحمن. طيب يبقى احنا هنا نيجي نقول بقى اسئله فيها فكر شويه. هناك علاقه، ما العلاقه بين ايدن وزير خارجيه بريطانيا وانشاء جامعه الدول، او نقول الحرب العالميه الثانيه وانشاء جامعه الدول العربيه؟ يعني الفكره بقى، لا اما الحرب العالميه الثانيه، لا اما ايدن، لا اما مصطفى النحاس. ما العلاقه بين مصطفى النحاس وانشاء جامعه الدول؟ الطالب يبقى فاهم ان تصريح ايدن الثاني اللي هو 43 هو السبب في تحريك الفكرة القومية عند مصر، فتزعمت مصر الفكرة وتم عقد اللقاء في البروتوكول. استاذ عبد المنعم، في بعض الناس بيبقوا مش فاهمين يعني ايه كلمة بروتوكول. بروتوكول ده زي اتفاقية او زي عقد كده، اتفاق يعني. طيب استاذ عبد المنعم، احنا بقى وصلنا لثورة 52، بس قبل ما نوصلها عايزين برضه 1958 في العراق، عشان انا عايز بقى ناخد 52 و2011 و2013 ورا بعض. ثورة العراق سطر واحد في الكتاب وليها ثلاث نتائج. ثوره 14 يوليو 1958 في العراق طبعا لتحقيق الاستقلال الكامل. الاستقلال، خلي بالكم، صحيح تم الغاء معاهده 30 بانضمام العراق الى حلف بغداد 55، بس بانضمام العراق الى حلف بغداد لم يتحقق للعراق الاستقلال الكامل، لان العراق اصبحت تابعه لدوله استعماريه كبرى وهي بريطانيا، لان هو مين بيتزعم حلف بغداد؟ بريطانيا. تمام، يبقى حلف استعماري. طيب. ولذلك لم يتحقق الاستقلال الكامل للعراق الا بعد قيام ثوره 14 يوليو اللي هم بيسموها في العراق 14 تموز 1958. وبناء على الثوره دي اعلنت طبعا الغاء النظام الملكي واعلان الجمهوري وانسحاب العراق من حلف بغداد. انسحاب العراق من حلف بغداد، يبقى هنا تحقق للعراق الاستقلال الكامل. هذا برضه كان مصر الحقيقه لها دور كبير جدا في هذه الثوره، الاحلاف في قيام الثوره، لان هجمه الاحلاف فشجعت الثوره. طيب نخش يا استاذ منين مع مكالمه عبد الرحمن من اسيوط. عبد الرحمن، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ ايوه معاك يا مستر، الحمد لله تمام. اتفضل يا حبيبي. قارن بين، عندي سؤال، قارن بين كل من، قارن بين كل من الوفاق بين الخديوي عباس حلمي الثاني مع انجلترا. قول تاني. الوفاق بين الخديوي عباس حلمي الثاني مع انجلترا. الوفاق بين عباس حلمي وانجلترا. وعرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة من حيث نتائج كل منهم. وعرض قضية فلسطين
الأمم المتحدة سنة 47 من حيث النتائج. يعني أنت عايز نتائج الوفاق بين عباس حلم وإنجلترا ونتائج عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة 47. تمام. بص إحنا عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة 47 إحنا لسه مجاوبينها مع الأستاذ عبد المنعم، اللي هو نتج عن ذلك إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم 2 القرار الثاني، وبينص على تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية، وكان من نتائج ذلك اعلنت اسرائيل الغاء انجلترا الغاء انتدابها عن فلسطين في موعد غايته 15 مايو، ونتج عن ذلك اعلان اليهود قيام دولتهم ثم اشتعال حرب فلسطين بعد ذلك. استاذ عبد المنعم بقى هيقول لك نتائج الوفاق بين عباس حلم وانجلترا بعد حادثه فاشودة. اولا نقول اول حاجه لازم تعرفها يا عبد الرحمن، تنقل الخديوي عباس للحركه الوطنيه بزعامه مصطفى ايه؟ بزعامه مصطفى كامل، بل ان الخديوي عباس وضع ايده في ايد المعتمد البريطاني ضد الحركه الوطنيه، لذلك هنا تاكد مصطفى كامل من استحاله الاعتماد على الخديوي عباس وراء اعتماد ضروره اعتماد المصريين على انفسهم، وابتدى بقى مصطفى كامل يطور في اسلوب الكفاح بتاعه لما بقى انشا الحزب الوطني 1907 وبعد نادي المدارس العليا وسافر الى عواصم الدول الاوروبيه، وكان بيكتب في الصحف بتاعته ضد انجلترا لان الشعب، وغير ان هو قال ان خير وسيله لحصول المصريين على الاستقلال نشر التعليم، فاسس الكثير من المدارس، لان خلاص الخديوي عباس ايدك منه الارض. وقف مع مين؟ مع انجلترا وتنقل للحركه الوطنيه. فمصطفى كامل هنا اتاكد ان الشعب لازم يعتمد على ايه؟ على نفسه عشان يفوز بالاستقلال، فابتدى بقى اللي هي اساليب مصطفى كامل في الكفاح. تمام، يبقى هنا عباس حلمي تخلى عن الحركه الوطنيه وكان اول المنهزمين. شكرا ليك يا عبد الرحمن، في حاجه ثانيه؟ طب كان معايا سؤال ثاني يا استاذ. اتفضل. ما اوجه النقد التي وجهت الى المؤتمرات الاوروبيه التي سبقت الاحتلال الاوروبي لدول المغرب العربي؟ لحظه، اوجه النقد التي وجهت الى المؤتمرات الاوروبيه التي التي سبقت احتلال دول سبقت احتلال الاوروبي لدول المغرب العربي. طيب بص يا عبد الرحمن، ايوه احنا اولا يعني اوجه النقد، عايزين احنا عندنا مؤتمرين خاصين بدول المغرب العربي. تمام. مؤتمر برلين ده خاص بتونس، ومؤتمر الجزيره خاص بمراكش. مؤتمر برلين كارثه على تونس. هوجه النقد ان هذا المؤتمر واجهه استعماريه، مؤامره استعماريه نتج عنه حدوث صفقات بين انجلترا وفرنسا حول تونس، حيث اخذت انجلترا قبرص مقابل انفراد فرنسا بتونس. فده كارثه، وده يدل على فكر الدول الاستعماريه. يبقى انت هتوجه النقد للاتفاق اللي حصل. هنيجي في مؤتمر الجزيره برضه حدوث تحالف بين دول اوروبا مع فرنسا بهدف منح فرنسا الانفراد بمراكش. في فرق بين الصفقات والمؤامرات، وفي فرق بين المؤتمرات. انت عارف لو قلت له المؤامرات هيبقى الاجابه مختلفه. لو قلت له المؤامرات هتكلم عن الصفقات اللي تمت في ليبيا والصفقات اللي تمت في مراكش، واقول ان مؤتمر برلين صفقه يا استاذ عبد المنعم. لكن انت حددت لي وقلت لي مؤتمرات، فانا عندي مؤتمرين ليهم علاقه بالاستعمار، مؤتمر برلين ومؤتمر الجزيره اللي دعا ليه ويليام الثاني. وعلى فكره لما انا اقول لك ما رايك في موقف المانيا من قضيه مراكش بعد حادثه اغادير، لازم توجه النقد يا استاذ عبد المنعم. الحته دي مستخبيه، المانيا مش وقفت عشان عيون مراكش. اقوى دليل على ان المانيا استعماريه. وان هي ما كانتش عايزه مصلحه مراكش، الموضوع كله استعماريه. عشان كده فرنسا اول ما ارضت المانيا التنازل لها عن جزء صغير من مستعمراتها في الكونغو الفرنسيه. تمام. خلاص. طبعا خلاص المانيا اعترفت بايه؟ بالحمايه الفرنسيه على مراكش، وتم تقسيم مراكش ثلاث مناطق نفوذ. انت عارف يا استاذ عبد المنعم الحته دي بتوجه فكر اولادنا يفكروا، لان اصل ممكن يفتكر ان المانيا دي عملت حاجه لله كده وحاجه لصالح. طب ما هي رجعت غيرت موقف. بلاش، ما رايك في موقف فرنسا من الحركه الوطنيه المصريه قبل الوفاق الودي وبعد الوفاق الودي؟ قبل الوفاق الودي عداء لانجلترا، بعد الوفاق الودي حب وصداقه، وعملوا تحالف عسكري وعملوا تحالف مع بعض وسابوا مصر ضاعت امام انجلترا. شكرا ليك يا عبد الرحمن. شكرا ليك يا حبيبي، تابعنا وباذن الله هتستفيد جدا من الاسئله. شكرا. نرجع استاذ عبد المنعم، الحوار بيجيب حوار والاسئله بتجيب اسئله. اما اجي اقول
ما العلاقة بين الوفاق الودي والحركة الوطنية المصرية؟ نفس الكلام أستاذ عبد المنعم. ما العلاقة بين حادثة أكادير والحركة الوطنية المغربية؟ نفس الكلام. ما العلاقة بين فرنسا والحركة الوطنية بقيادة عبد الكريم الخطابي؟ يعني نفس الشيء. نفس الشيء. إن هي بيتخلوا وبيقفوا مع بعض في سبيل مصلحتهم. عايزين بقى نتكلم عن ثورة 1952 أستاذ عبد المنعم، وعايزين نقول العلاقة بين حادث 4 فبراير وثورة 1952. هو شوف الحادث ده طبعا الضباط بتوعنا ضباط الجيش المصري حسوا بالإهانة. تمام. حسوا إن كرامتهم أهينت. طيب. لأن ده منتهى التدخل الإنجليزي في شؤون مصر الداخلية. كون إن الدبابات الإنجليزية يوم 4 فبراير تحاصر قصر عابدين وتدي انذار للملك بضروره عزل وزاره حسين سري وتشكيل وزاره وفديه برئاسه النحاس، ده منتهى الاهانه. طب فين الجيش المصري؟ وقف يتفرج ما قدرش يعمل حاجه. عشان كده الضباط حسوا بالاهانه وصمموا على ضروره التخلص من الاستعمار. فهناك علاقه بين هذا الحادث واللي ادى بعد كده الى قيام ثوره 23 يوليو، لان من مبادئ ثوره 23 ايه؟ القضاء على الاستعمار واعوانه. طب معانا مكالمة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا مستر؟ اهلا بيكي. مين معايا؟ مع حضرتك جهاد. ازيك يا جهاد، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله بخير والله يا مستر. اخبار السويس ايه؟ تمام الحمد لله بخير. تمام. عملت ايه النهاردة؟ الحمد لله يا مستر، والله الامتحان ده فيه تكات شوية بس عدى بخير يعني. لا الحمد لله، يعني بإذن الله ربنا يوفقك وهيوفقك في التاريخ والمواد الجاية. المهم يا جهاد احنا سعداء بيكي. اتفضلي يا ماما بقى، ايه الأسئلة اللي معاكي؟ انا بس كان معايا سؤال، كان في النموذج بيقول ما النتائج المترتبه على قرار الملك فؤاد بحل مجلس النواب في نوفمبر 1925؟ ما النتائج المترتبه على قرار الملك فؤاد بحل مجلس النواب في 1925؟ تمام. السؤال ده جميل على فكره، يعني جميل. اللي نتج عن ذلك طبعا اللي هو ايه؟ بداية الانتكاسة الحركة الوطنية وتدخل الملك في شؤون البلاد السياسية وتلاعب الملك، ونتج عن ذلك ان حصل موقفين. استاذ عبد المنعم بقى كمل لنا الاجابة بقى انت هنا. استاذ عبد المنعم جهاد، لما تيجي تجاوب السؤال ده هتتكلم بقى عن موقف الشعب وموقف الاحزاب السياسية. ركز معايا يا جهاد. طبعا هنا الاحزاب السياسية كلهم اتحدوا. أيوة. واعضاء المجلس عملوا الاجتماع. هنقول اول موقف الشعب اعلن زي ما انت قلت لنا، اعلن ايه؟ اعلن انضمامه طبعا وتأييده الحزب الوفد، وعمل اعلن ايه؟ شعار ايه؟ الجلاء والدستور. الجلاء والدستور ده اول مره يرفع كلمه الدستور يا استاذ عبد المنعم مع كلمه الملك هنا بيتلاعب بالحياه الدستوريه. يبقى كده يا جهاد شفتي استاذ عبد المنعم، يبقى هنا نتج عن ذلك ان الشعب وقف موقف معادي لوزاره زيور ورفع شعار الجلاء والدستور. خدي بالك، او الاستقلال والدستور. ووقفت الاحزاب السياسيه ونواب الامه واعلنوا تضامنهم خلاص ضد الملك ورفض وزاره زيوة ورفضهم حل الملك، وانهم ما زالوا متمسكين انهم نواب عن الامه. فاضطرت انجلترا الى الضغط على الملك لاعاده الحياه النيابيه، وفعلا الملك وافق وتم اجراء انتخابات. وانت عارفه القصه بقى، سعد زغلول فاز المفروض يشكل الوزاره، انجلترا قالت لا، فتشكل بها مين؟ عدلي يكن، ودي اول وزاره ائتلافيه جات. في ايه تاني يا مستر؟ لا هو ده السؤال بس كان واقف بجد، يعني انت 100% في كله، هو السؤال ده الوحيد يعني. هو لا يعني لحد ما رجعت الحاجه اللي وقفت قدامي يعني. طب تابعينا بقى باذن الله معاكي بكره ومعاكي باذن الله بعده، وفي سر التفوق قبلينا يا استاذ احمد، والميعاد بتاعنا هو ثابت من 12 ل 2، وفي قبلينا من 10 ل 11 مع الاستاذ احمد، مش كده؟ ماشي يا مستر، ربنا يخليك يا رب يا مستر، ويعني يا رب يجازيك خير على المجهود اللي حضرتك بتعمله معانا والله. الله يخليك يا جهاد، احنا سعداء بيكي وكل ابنائنا اللي بيتصلوا بينا. تابعينا يا جهاد، تابعينا، اتفضلي. استاذ عبد المنعم، اما اجي اقول للطالب ما السبب المباشر لقيام ثوره 52؟ خلي بالك هنا، بص الاسباب عندي اسباب ايه؟ عديده، مش كده؟ اللي هي المقدمات. السبب المباشر اللي هو تقديم ميعاد الثوره مرتين. طب انا عايز استاذ منعم معلش بقى كده خدمه كده لابنائنا، انا عايزك كل ميعاد ليه اتعمل وليه اتاجل؟ هو اولا الضباط الاحرار لما اتفقوا على القيام بالثوره ايوه اتفقوا ان هم يقوموا بيها 55
لغايه ما هي التنظيم بتاعهم يبقى تنظيم قوي وينضم ليه اكبر عدد من ضباط الجيش عشان لما الثوره تقوم تنجح. ولكن الثوره ما قامتش 55، الثوره تقدم ميعادها مرتين، مره من 55 الى نوفمبر 52، ثم من نوفمبر 52 الى يوليو 52. طب ليه اول مره تم تقديم الميعاد من 55 لنوفمبر 52؟ لانقاذ البلاد من الفوضى اللي انتشرت فيها بعد حريق القاهره. تمام، قالوا احنا لسه هنستنى ب 55 اكون البلد كلها اتدمرت. طب تاني مره قدموا الميعاد مره تانيه ليه؟ بيقول لك هنا الملك هو السبب، لان طبعا الملك هنا حل مجلس طبعا قياده او نقول مجلس اداره نادي الضباط بالزمالك اللي كان برئاسه اللي هو محمد نجيب، وعين اسماعيل بيك شيرين عشان او وزير حربيه عشان يقبض على مين؟ على الضباط الاحرار ويقدمهم للمحاكمات. طبعا هم مش هيستنوا لما يتقبض عليهم، عشان كده تم التعجيل بقيام الثوره من نوفمبر الى يوليو 52. يبقى هنا علاقه استاذ عبد المنعم بين اسماعيل شيرين وتقديم موعد تقديم طبعا الثوره، لان هو كان وزير حربي عشان يقبض عليه. معانا مكالمه ساره من اسيوط. الو، السلام عليكم يا ساره. ساره وعليكم السلام. اهلا بيكي، ازيك؟ ازاي حضرتك يا مستر؟ كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه يا مستر. اتفضلي استاذ عبد المنعم معانا اهو. ازيك يا مستر؟ ازيك يا ساره، عامله ايه؟ انا بحبك جدا جدا والله العظيم يا مستر. ربنا يخليك يا ساره. ربنا يعلم انا بعزك ازاي. ربنا يعزك يا رب ويوفقك كده، وان شاء الله كده مجموع كبير يا ساره باذن الله. يا رب، اللهم امين يا مستر. ان شاء الله. ايه يا ساره؟ مستر معلش، انا عندي عندي سؤال كده. اتفضلي. بما تفسر؟ بما تفسر؟ حاول نابليون. حاول نابليون. التقرب من الأعيان. التقرب من الأعيان. ها؟ أيوة. بعد دخوله مصر مباشرة. بعد دخوله مصر مباشرة. طب ده أول سؤال. السؤال الثاني. لا أنا مش عندي سؤال، بس أنا عايز أسأل على حاجة. اتفضلي. دلوقتي هو لما إيه الفرق يعني إمتى أكتب اللي هو تطبيق الاحتكار محمد علي وإمتى أقول ما النتائج؟ يعني مثلا التطبيق بتاع الاحتكار اللي هو عمل مواد خام والزم على حسب زراعه ولا صناعه ولا تجاره. انت قول السؤال واقول لك ازاي تجاوب. لا انا مش عارفه الحاجه، انت اكتب النتائج المترتبه على يعني على تطبيق الاحتكار وتطبيق الاحتكار ذات نفسه. فاهم حضرتك لسه؟ يعني انت لو جه قال لك ما النتائج المترتبه على تطبيق محمد علي الاحتكار في الزراعه مثلا، صح كده؟ انت عارفه انا اقول ايه هنا؟ ما نقولش العمل. طب انا هقول لحضرتك بالظبط يا مستر انا عايزه ايه؟ احنا هنقول النتائج. هنقول الاسلوب تطبيق الاحتكار ده النتيجه. معايا؟ يا مستر يعني انا اقصد انت اقول طب انت قريبه جدا من التلفزيون وانت اقول رسائل محمد علي سفير الانتاج الصناعي. يا بصي، اما اقول لوضح اساليب محمد علي في النهوض بالزراعه والصناعه والتجاره هكتب اللي هو عمله. اعماله نهض بالزراعه ازاي، نهض بالصناعه ازاي، يبقى هنا ازاي طبق الاحتكار. انما اما اقول ايه النتائج اللي ترتبت على الاحتكار في ايه بقى؟ انت عايز يعني إيه؟ السؤال بتاع نتائج مترتبه على تطبيق الاحتكار في مجال الصناعه يختلف عن ما تفسر ازاي صناعه محمد عهد محمد علي في نظام الاحتكار. ما ده سؤال في نتائج وفي اسباب. يعني انت بتقولي بما تفسر يا ساره مش كده؟ ليه محمد علي طبق الاحتكار مثلا في ايه؟ عموما يبقى حتى يضمن دخول اسواق التجاره العالميه منافسه لغيره من الدول. انما ما يجي مثلا يقول لي ليه محمد علي طبق الاحتكار في الصناعه؟ هو حد ده يبقى حتى يضمن بناء القوى الذاتيه للبلاد. يعني هو السؤال بتاع تطبيق الاحتكار ده مش هيجي غير في نتائج مترتبه على تطبيق الاحتكار في مجال الصناعه بس. يعني هو لازم يبقى محدد يا ساره عشان ما يعومش او ما يلخبطش الطالب. لان انا ممكن هنا الطالب يبقى عنده تشويش، هو عايز ايه بالظبط؟ السؤال لازم يبقى محدد. هيجي لك يا اما يجي لك ايد عمل محمد علي على تطبيق الاحتكار في التجاره، فتقول اللي عمله اللي هو ده هو تحكم في التجاره الداخليه والخارجيه واصبح هو اللي بيبيع للاجانب. هي ما النتائج المترتبه على تطبيق الاحتكار في التجاره؟ هي نفس الاجابه. معايا؟ في الزراعه ايد
قام محمد علي بتطبيق الاحتكار في الزراعه، امداد الفلاحين باللوازم وتحديد نوع الغله اللي هتزرع. ما النتائج مترتبه على تطبيق محمد علي الاحتكار في الزراعه؟ هتقولي نفس الكلام. ما تقوليش اللي عمله في الزراعه، اللي عمله ده تطوير. تطوير او اساليبه. وده احنا متفقين مع بعض وزعل مننا عليها ايه؟ عشان في بعض المدرسين يقول له ايه؟ اتكلم عن اللي عمله في الزراعه، لا، اللي عمله ده ملامح تطوير. طب هجاوب لك بقى على السؤال الاولاني. حاول بما تفسر، ليه نابليون اتقرب من الاعيان بعد دخول مصر؟ نابليون اتقرب من الاعيان. استنى نسمعها، عايز اتفضلي. حاجه ثاني؟ مستر، هو انا يعني يعتبر مذاكره التاريخ كذا مره وكده، بس انا مش عارفه اعمل ايه الايام الجايه دي. انا حليت كتير قوي يعني، حل برضه اقدر احل الايام الجايه دي. لا لا، حلي، خليكي زي ما انت. حلي اسئله، يعني اي سؤال يقع في ايدك حلي. واخد بالك؟ اسئله كتب خارجيه، اسئله اللي في الكتاب، اسئله امتحانات سابقه، لان هو والاسئله دي هي اللي بتكشف لك مواطن الضعف اللي عندك، لان ممكن سؤال تقف فيه فترجع لي اجابته في الكتاب. وما قلتش اهم حاجه ان هي تقعد تتابعني. خلاص وتتابعني طبعا. خلاص انا برضه هذاكر وهحل اسئله، ولو حاجه وقفت معايا برضه هتصل بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا سارة. شكرا جدا يا مستر، والله انا زعلان ان انا مش هشوفكم تاني والله. ان شاء الله هكلمك كده السنه الجايه اقول لكم دخلت كليه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك. ساره تابعينا الثلاث ايام يا ساره وسجلي الاسئله. والله انا بسمعكم اكتر من اول السنه، عمال اقول لاصحابي تابعوا على مدرسه على الهوا في المستر تاريخ وعربي، ومال عايزين بقول لاصحابي كلهم بيه، وفعلا بيتابعوا دلوقتي. انا سعداء بيكي. هجاوب لك بقى السؤال بتاعك. حاول نابليون التكرم بالاعيان بعد دخوله مصر مباشره؟ الاجابه لان نابليون اراد نقل فكره نظام الحكم الفرنسي في مصر الذي يعتمد على وجود الحكم في يد الطبقه الوسطى. وجد نابليون ان الطبقه الوسطى في مصر يمثلها الاعيان بما لهم من نفوذ ومكانه. نابليون لقى ان الطبقه الوسطى هي في مصر يمثلها الاعيان، فوجد ان الاعيان بنفوذهم ومكانتهم ممكن نابليون من خلالهم يضع السياسه التي تتناسب مع الشعب المصري، يتعرف على ما يدور في هذا المصريين، ومن هنا عمل الدواوين. يبقى عايز ينقل نفس الفكره بتاعت فرنسا، فلم يجد الا الاعيان. طب اشمعنى الاعيان؟ علشان هم ليهم نفوذ ومكانه تمكنهم من التعرف على ما يدور في اوروبا، ما يدور في يعني اذهان المصريين، ليضع السياسه المناسبه. شكرا لك يعني يا ساره. نفس السؤال بتاع بما تفسر اهتمامنا اليوم بانساء الدواوين برضه، لان نابليون كان غريب عن المجتمع وكده، صح؟ بس دي عشان من خلال الدواوين يتعرف على ما يدور في اذهان المصريين. من خلال طبقه الاعيان. حتى يخطط. تعرف ازاي يعني يا ساره؟ الاعيان بيقعدوا يتكلموا مع بعض، فنابليون يقعد يسمع. يقول له مثلا والله ده المصريين دول عايزين في عندنا نقص في الاكل، فنابليون يجي على طول يقول ايه؟ امر مثلا اداري بزياده عدد. يبقى اللي عمل مين؟ نابليون. الشعب اللي يحبه مين؟ نابليون. فعايز يعمل حاجه يتقرب بيها للشعب المصري. عامه الكلام ده ما عادش كتير، لان الديوان العام اتلغى بعد كده بعد ثوره القاهره الاولى. تمام. تابعينا يا ساره وهنكمل بقى مع استاذ عبد المنعم. كنا بنتكلم استاذ عبد المنعم على ثوره 52 السبع المباشر. استاذ عبد المنعم، هناك صعوبات واجهت تنظيم الضباط الاحرار في تحديد موعد الثور. ما هي خلي بالك، هم لما اتفقوا اول مره ايه؟ هقول تاني استاذ عبد المنعم. هناك صعوبات واجهت الضباط الاحرار في تحديد موعد الثوره للمره الاولى. اللي هي طبعا تشكيل وزاره الهلال تقصد، اللي هي اخر لا حاجه. لا انا عايز الاولانيه اللي هو في 49. هم ليه في 49 بقوا حاسين ان في صعوبات مش عارفين؟ طب ليه ما عملوش الثوره سنه 50 ولا في نفس السنه؟ خلي بالك التنظيم كان لسه ايه؟ ايوه التنظيم كان لسه صغير. تمام. هو ليه عبد الناصر وجماعته قالوا 55 حتى يتم تقويه التنظيم وانضمام اكبر عدد من الضباط الجيش اليه عشان لما الثوره تقوم الثوره تنجح؟ طيب هو ايه اللي يمنع ضباط الجيش من الانضمام؟ ما خلي بالك هنا بقى، هنا قوانين الجيش. طيب قوانين الجيش تحرم على افراده الاشتغال بالعمل السياسي، عشان كده اشتغلوا سر. هم حتى اشتغلوا سر حتى لا يقعوا تحت ايه؟ طائلة القانون. طب ومين فكانوا بيشتغلوا سرية كاملة. ومين واقف عائق يمنع يعني ممكن يقبض على الضباط؟ ما خلي بالك مش في جهاز سري للملك. الجهاز السري للملك هنا اللي هو هنسميه المخابرات الايه؟ العسكرية أو الحربية ومعاهم المخابرات من بره، كل ده هيوصل. وهو فعلا الملك عارف. ما في النهايه الملك عارف، بس الحته دي في الاخر خالص عارف اسماء 12 ضابط من الضباط اللي فين استاذ عبد المنعم؟ سنه كام؟ كنا داخل لما عين بقى اسماعيل شيرين. انت عارف ان التنظيم ظل سري زي ما سيادتك فاهم من 49 لانتخابات 51 لما فوجئ ان في حد بيخش قدامه. تمام. يبقى استاذ عبد المنعم السؤال دوت كنا سالناه
في اسئله اللي هو لما كنا بنعمل مسابقات اول للطلبه. وطبعا حته الصعوبات ديت الطلبه منها مستخبيه، الحته بتاعت اللي انت قلتها لنا دلوقتي اللي هي اجهزه المخابرات السريه والبوليس السياسي والبوليس السري بتاع الملك والمخابرات الامريكيه، كلها كانوا بيدوروا على حاجه اسمها الضباط الاحرار. معايا؟ تمام. طيب يبقى الصعوبات اللي واجهت التنظيم وجود اجهزه المخابرات زي هو الاول نقول القانون زي قوانين الجيش تحرم على افراد الاشتغال بالسياسه، هذا بالاضافه الى الجهاز السري للملك يمنع طبعا بيراقب الضباط دول داخل الجيش. تمام استاذ عبد المنعم. طيب استاذ عبد المنعم، السؤال بقى اللي انت يعني ممكن تجاوبنا عليه برضه، ماذا كان يحدث اذا لم تقم ثوره 23 يوليو في نفس الموعد؟ اولا فشل الثوره فشل ذريع، لان كان هيتم اسماعيل شيرين كان هينجح في القاء القبض على الضباط الايه الاحرار، يبقى ننفي بقى كل حاجه حصلت بعد كده. استمرار النظام الملكي واستمرار النظام الاقطاعي واستمرار وجود الانجليز في مصر، وننفي كل انجازات ثوره يوليو 52، وهيظل الملك فاروق طبعا استمرار نظام الملك وعلي ماهر مش هيمسك بقى الوزاره الانتقاليه دي ولا كده. فكرتني بقى بالحته الانتقاليه، عايزين نعمل لهم مفاجاه، هو مين اللي مسك الرئاسه الانتقاليه في مصر بعد ثوره 30 يونيو؟ هو شوف هنا علي ماهر طبعا خلي بالك انا تاني استاذ منعم ما هقول الوزاره لا الرئاسه الانتقاليه في مصر الرئاسه الانتقاليه في مصر بعد ثوره 30 يونيو. هو خلي بالك هنا 30 يونيو هو هنا الرئيس المستشار بقى اللي هو المستشار، انا لسه في صاله 52 لما نقول 30 يونيو طبعا هو المستشار اللهم اني صايم صوت طيب المستشار عدلي منصور. الحته دي اصدق منهم مهمه قوي، عايزين نركز معاها لابنائنا. فاكر احنا زي مثلا ما نقول الفتره الانتقاليه اللي بيقود البلد بعد تنحي اصدق منهم انت ايه هو المجلس عشان عندنا حته انتقاليه مرتين يا ابنائي اصدق منهم ركزوا معانا كويس انت قلتها لي اصدق منهم والله. الحته الانتقاليه عندنا حته انتقاليه بعد ثوره 23 يوليو اللي مسكها مسك الوزاره الانتقاليه اللي مسك فيها الحكم الانتقالي احمد فؤاد وعلي ماهر واصي عليه. تمام. وعندنا الفتره الانتقاليه اللي بعد ثوره 30 يونيو اللي مسك المستشار ما برضه بعد ثوره 25 يناير هو اللي كان المجلس العسكري المشير طنطاوي واخد بالك، وبعدين في وزارات اصل انت عارف هيجي لنا حتتين كده في الفصل الثامن درجتين مش عايزينهم يضيعوا ان شاء الله مش فاحنا كل سنه بنديهم هديه فاديناهم السنه اللي فاتت جيبوتي هو الفصل سهل جدا فاكر لما جبنا جيبوتي وجت في الامتحان كانت اخر دوله برضه خلي بالكم من عد منصور كده باذن الله يبقى ايه متابعينه لان الحتت الصغيره دي ناخد بالنا منها والمجلس العسكري الاستاذ عبد المنعم يبقى انا عندي وزاره انتقاليه علي ماهر بعد ثوره 52 وعندي حكم انتقالي بعد ثورة 25 يناير استاذ عبد المنعم قال لكم عليه اهو المجلس العسكري وعندنا بقى الرئاسه الانتقاليه عدلي منصور. طب استاذ عبد المنعم ماذا كان يحدث اذا لم تقم ثوره 25 يناير؟ استمرار مبارك في الحكم. ايوه اسئله على فكره اسئله هديه وهيلوها يعني كان استمرار نظام حكم مبارك. تمام. وطبعا ما في الدستور بتاعه اللي هو الدستور بتاع 71 كان هو اللي هيفضل استمرار الوجود مش هيبقى في دستور 2014 لا كان هيبقى دستور 71 هو الدستور الدم هو اللي موجود بكل ما فيه من تعديلات اللي هيتعدلها مبارك بعد كده. اعتقد كان من الممكن تولي جمال مبارك الحكم. تمام حلو ما هو كان اللي هو النظام التوريثي اللي كانوا بيقولوا ايه عليه يعني. واستمرار الحزب الوطني طبعا وما وصل وكان حزب الحريه والعداله ومجلس الشعب المزور اللي هو كان كان هيفضل مستمر. طب استاذ عبد المنعم معانا هنريحك شويه عشان ايه تعبت انت معانا النهارده. معانا تليفون نورهان. الو الو السلام عليكم. سيادتك وليه امر؟ انا وليه امر طالبان نورهان من الفيوم. اهلا وسهلا يا فندم، كل سنه وسيادتك طيبه وانت بخير. الاسئله بس احنا عايزين يعني بطلب من حضرتك انك انت بس يعني تقولوا لنا المهم قوي لان الدنيا طبعا كتيره قوي قوي قوي. صلى على النبي على طول كده عليه الصلاه والسلام. سيادتك احنا اللجنه الفنيه اللي حطت الامتحانات في كل المواد وده ما مش سر حطت اربع امتحانات كل امتحان عدده حاجه و40 سؤال عشان في اختياري
ده في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الفلسفه وفي علم او في كل المواد اللي موجوده اللي هي اللجان الفنيه. الجهه السياديه اللي طبعت الامتحان والحمد لله السنه دي الامتحانات ماشيه كويس بدون غش وامتحانات كويسه، بتختار هي امتحان من الاربعه وتطبعه منعا لاي ضعف يحصل. فاصبح كميه الاسئله اللي موجود فيها الامتحانات كبيره جدا، واحنا اصلا احنا مش بننشن، احنا بندي الاسئله اللي هي باذن الله هيجي في الامتحانات، احنا كل حاجه ممكن تتوقعيها هتكون موجوده. فحته التنشين دي مشكله مش كويسه للطالب، مفيش تنشين مفيش حاجه. احنا عندنا الفصل، هقول لك حاجه، الفصل الثاني عندنا مثلا تقريبا عليه 13 درجه، متاخد منه مثلا حوالي يجي 16 سؤال في البوكلت الاول اللي هو اللي تم وضعه، و16 سؤال في البوكلت. على فكره الاسئله مش متكرره، هتلاقي يبقى الفصل الثاني كله يا استاذ عبد المنعم جه منه كل الاسئله. ايه الاسئله اللي جايه بقى؟ محدش عارف ليه، لان احنا الناس اللي عملوا الامتحانات، الناس اللي عملوا امتحانات الزملاء الافاضل الموجهين العموم والاوائل اللي عملوا الامتحانات عملوا اربع نماذج مختلفه ومفيش تكرار للاسئله، ممنوع التكرار في الاسئله. نصيحه يا مدام، نصيحه، ما تمشيش ورا ملزمه، مفيش توقعات، يقول لك هي دي اللي جايه الصبح، حد يقول لي خد الملزمه دي جاي منها؟ لا، ما انت بتضر بنتك. ولا لا والله احنا مش ماشيين خالص مع المشوار ده خالص، نهائي نهائي. يعني قالوا تليفونات وقالوا مواقع وقالوا قالوا، والله ما احنا ماشيين بما يرضي الله، ومفيش اي حاجه تطلع. بس هو الاسئله، انا بقول هي الاسئله طبعا السنه دي عشان البوكلت نظام ونظام يعني كتير قوي قوي على الطلبات. نظام الاسئله زي ما هو، مفيش تغيير، هو التغيير في طريقه الاجابه. بدل البنت او الولد ما كان بياخد ورقه اسئله وكراسه اجابه، الاسئله كتبناها في كراسه الاجابه وكل سؤال تحتيه مكان فاضي للاجابه. انما لا هي بما تفسر من الاسئله كتيره. نعم يا استاذ عبد المنعم، الاسئله كتيره قوي. بص يا الاسئله تقريبا 40 جزئيه، خلي بالك الاجابات هنا هتبقى قصيره جدا، يعني مش هنجيب الاسئله اللي هي محتاجه اجابات مطولة. والله والله احنا املنا في الله كبير، وربنا سبحان الله وتعالى يصلح الحل الجميع ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. واشكركم على الجهد، انا بتابعكم والله بتابعكم، وهي بتابعكم وبسجل لها الحاجات والحمد لله. ان شاء الله الامتحان مش هيخرج من الكلام اللي احنا بنقوله، واحنا برضه على يعني على فكره بنركز على اهم الموضوعات. الله المستعان، يعني ربنا يصلح الحل برضه كل الجزئيات. يعني ماشي انا فاهمه، بس انا يعني انت قلقانه جدا طبعا. لا ان شاء الله ما تقلقيش يا فندم، انت عندك 3 ايام بس، انت يعني انت تهديها الاول، انت ما تقلقي غلط. انت قولي لها قولي لها باذن الله في 3 ايام دول هتغطي المنهج بالسين والجيم، سيادتك بس سجلي ورانا الاسئله بس، وباذن الله الامتحان مش هيخرج. انا عايز اقول لك اهو باذن الله تعالى، احنا يعني النهارده انا ماسك كل الثورات مع الحاج عبد المنعم اهو، ما فيش سؤال هيخرج عن اي ثوره من اللي احنا بنقوله، كل حتى ازاي يجي ما له علاقه ما النتائج. فانت كل يوم هنمسك حاجه، والاستاذ احمد هيمسك موضوعات في سيره التطور. تابعينا وخلي البنت تقعد تراجع اللي احنا بنقوله باذن الله تعالى. باذن الله تعالى ربنا يسهل اهلا بيك وربنا يوفقها لك باذن الله. والامتحان الامتحان جاي كويس جدا، بطمنك الامتحان يا رب. الاسئله باذن الله ما فيش فيها اي كلاكيع ولا اي حاجه يا رب باذن الله. ماشي، تكتر خيرك، تحت امرك، اتفضلي. طبعا 3 ايام كويسين جدا استاذ عبد المنعم، الطالب لو ركز باذن الله. بس يا رب الطلبه ما يضيعوش النهارده، يعني النهارده يعملوا حاجه، بكره يعملوا حاجه، بعده حاجه. في طلبه يطلعوا الامتحان يضيع اليوم اللي فيه الامتحان، يقول لك هبدا من يوم الجمعه الصبح. مفيش حاجه اسمها ابدا من يوم الجمعه الصبح، ابدا من النهارده. ابدا من النهارده، النهارده استغله حتى في الفصول الصغيره، الفصل الاول، الفصل مثلا السادس والخامس والثامن، الفصول الصغيره خدها النهارده، وخد بقى الفصول الكبيره بكره وبعده. طيب استاذ عبد المنعم، بما تفسر قيام ثورة 30 يونيو؟ خلاص احنا قلنا ثورة 25 يناير بسبب إعادة العمل بقانون الطوارئ واستمرار نظام الحكم وسيطرة الحزب الوطني، وطبعا الحتة بتاعة تزويل الانتخابات. ثورة 30 يونيو يا استاذ عبد المنعم، الثورة دي ليها علاقة بحزب الحرية والعدالة. الطالب عايز يقول ان الحزب يعني مارس نفس السلطة، السياسة بتاع الحزب الوطني، واو، ورفض اجراء انتخابات، وان مرسي كان عايز طبعا لما عمل الاعلان الدستوري عايز يزيد من صلاحياته. بس هو على فكره الامتحان ما فيهوش اسماء عن مرسي ولا غيره، الامتحان بيتكلم عن سياسات، فيبقى هنا
ما العلاقة بين الإعلان الدستوري وقيام ثورة 30 يونيو، أو بما تفسر اشتعال ثورة 30 يونيو، أو ماذا يحدث لو لم تقم ثورة 30 يونيو في ذلك الوقت؟ تدهور الأوضاع الاقتصادية ازدادت، والديون ازدادت، والديون ازدادت إلى آخره. طيب كده النهارده خدنا مع بعض كمية الثورات اللي موجودة. عندنا هيثم من المنيا، يا أستاذ عبد المنعم. ألو. السلام عليكم. اهلا يا هيثم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشكركم على المشروع اللي عاملينه معانا ده والله. الله يخليك، احنا كفايه قوي سعادتنا ان انتوا تبقوا حاسين ان احنا بنعمل جهد يسعد. تحت امرك يا هيثم. ايوه يا هيثم. كان عندي سؤال بيقول، ايوه، ما العلاقه بين معاهده بلطه ليمان، ما العلاقه بين بلطه ليمان والقضاء وايه؟ والقضاء. والقضاء؟ اه. ما العلاقة بين بلطة ليمان والقضاء؟ أنا مش عارف أفك اللغز ده شوية. لا يعني هو شوف اللي هو عايز يوصلك لإيه؟ للمحكمة التجارية. المحكمة التجارية اللي اتعملت بعد كده. لا ما هو السؤال هنا، هيبقى ليه إجابة خاصة بمحمد علي، وليه إجابة خاصة بسعيد. أنا أقول لساعتك، لما الأجانب قتلوا وسيطروا على أمور التجارة في مصر، تم إنشاء كوميسيون إيه؟ كوميسيون مصر. لا أصل هنا يا أستاذ عبد المنعم ما ينفعش، ما العلاقة بين بلطة ليمان؟ يقول لي تنفيذ بلطة ليمان من خلال معاهدة لندن، يعني بلطة ليمان لوحدها واخد بال حضرتك ما تنفذتش في سنتها. لو يبقى انا يا هيثم لما يجي سؤال لازم السؤال ما يتعبش الطالب. ايه العلاقه بين تنفيذ معاهده بلطه ليمان من خلال معاهده لندن ماشي والقضاء المصري او المحاكم؟ طب هنا يا استاذ عبد المنعم هنكمل مع قمصيوم. ايوه انا بقول قمصيوم مصر. يعني واخد بالك السؤال اللي هو اجابته يا هيثم فيها لقبكه كده للطالب مش هتيجي. بس خلي بالك شوف الاستاذ عبد المنعم يقول لك ايه، لازم نحدد تنفيذ معاهدة بلطة ليمان ودخول الأجانب. طب في حاجة تانية يا هيثم؟ عندي سؤال تاني. طيب اتفضل. ما النتائج المترتبة؟ على فرنسا في الجزائر وتونس. ما النتائج المترتبة على ايه؟ فرنسا في الجزائر وتونس. ده سؤال حلو يعني. فرنسا الجزائر وتونس. دي حاجة على فكرة هيبقى سؤال، ده سؤال لوحده وده سؤال لوحده، يعني لازم هنجاوب اجابتين. ايه يا استاذ عبد المنعم بقى؟ اولا الجزائر تم تشكيل ثلاث جمعيات لمقاومه هذه السياسه، اللي هي السياسه الاستيطانيه والثقافيه اللي مارستها فرنسا بالجزائر، اللي هي جمعيه علماء الجزائر ثم جمعيه اندماج ثم نجم شمال افريقيا. ده بدانا من خلال تلفزيون يا هيثم. ده في الجزائر. في تونس لما فرنسا حاولت مسخ شخصية تونس العربية الإسلامية، فشلت فرنسا في مسخ الشخصية بسبب تمسك عرب تونس بهويتهم العربية وبفكرة الجامعة الإسلامية اللي نادى بها جمال الدين الأفغاني وتبناها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وتشكلت عدة أحزاب وطنية لمقاومة هذه السياسة. تمام. يبقى تونس تمسكت بفكرة الجامعة الإسلامية، والجزائر عملت جمعية لمقاومة سياسة فرنسا الاستيطانية والثقافية. طيب استاذ عبد المنعم عندنا سؤال، ما العلاقه بين فرنسا و ما العلاقه بين الجمهوريه الرابعه ومصر؟ ما العلاقه بين الجمهوريه الرابعه ومصر؟ ما هنا خلي بالك الجمهوريه الرابعه اللي هي طبعا كان الراجل اللي بيقول ايه، ان القضاء على الثوره الجزائريه لا يتم الا عن طريق ايه، مصر، اخراج مصر منها. أيوة. فالحقيقه هنا بنجد ان الجمهوريه الرابعه والرئيس بتاعها قال ايه، قال لازم نقضي على مصر، ولذلك اشتركت فرنسا في العدوان الايه الثلاثي على مصر سنه 56 لابعاد مصر من معركه استقلال الجزائر. ولكن مصر الحقيقه لم يعني تسكت، ولكن استمرت في تأييد الثوره الجزائريه. طب ما العلاقه بين مصر وسقوط الجمهوريه الرابعه او جيمولي طبعا؟ أيوة. اللي هو رئيس الرئيس الفرنسي. الرئيس الفرنسي. ما العلاقه بين مصر وسقوط الجمهوريه الرابعه؟ ما هو نقول هنا نجحت مصر في تحقيق انتصار
سياسي كبير دبلوماسي في الجمعية 1960 لما عرضت قضية استقلال الجزائر، والجمعية العامة أصدرت قرار بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. فكان النتيجة سقوط الجمهورية الرابعة، ولذلك ده نصر سياسي ودبلوماسي كبير جدا لمصر. وتولي بقى شارلي ديغول رئاسة الجمهورية، ودخل في مفاوضات مع الثوار الجزائريين واللي انتهت بمعاهدة إيفيان. يبقى هنا برضه سؤال تاني يعني شبعك، ما العلاقة اهو؟ ما العلاقة بين سقوط جيمولي وسياسة ديغول في الجزائر؟ سقوط جيمولي وسياسة ديغول. ديغول غير السياسة تماما. ايوه اتعلم. لان جيمولي عايز ايه؟ عايز يعني استمرار في الجزائر، ولقد وجد فشل، وكان بيأيده المستوطنين الفرنسيين في الجزائر. انما جيمولي الرئيس الفرنسي شارلي ديغول رفض هذه السياسه، ودخل في مفاوضات مع الثوار الجزائري وخيرهم بين ثلاث اختيارات. والحقيقه انتهت بعقد معاهده إيفيان، والشعب اختار الجزائري تقرير مصيره والاستقلال الكامل عن فرنسا. وهنا صمد الرئيس الفرنسي شارلي ديغول، وصمد الثوار الجزائريين في مواجهه المستوطنين الفرنسيين والجيش السري بتاعهم. تمام. وحصلت الجزائر في النهاية على استقلالها سنة 62. أنا تعبتكم بالسؤال بتاع ما العلاقة يعني، معلش أنا بقول لكم يعني أنا يعني هو السؤال ده أنا جبته في 2013، وأنا يمكن أول واحد جبته، فأنا مش عارف، أنا حاسس الناس قلقانة منه، والله ما نقلق منه. جبنا السؤال هنحله يعني سبب ونتيجة، سبب ونتيجة، هنرتاح في حل السؤال. السؤال ما العلاقة، الحمد لله هم اتعلموا مننا ازاي يفكوا اللغز بتاعه، الحدث الاول نتيجته على الحدث الثاني. استاذ عبد المنعم النهارده في نهايه الحلقه الجميله دي نشكرك على جهودك معانا النهارده. شكرا، كل سنه وانت طيب ومتشكرين لتعبك. ربنا يخليك، واهم حاجه التعب ده يعني ان شاء الله يكلل بالتفوق لاولادنا اللي بيتابعونا واللي ما تابعوناش. فان شاء الله مدرسة على الهوى يعني ارجو متابعتها، والله نصيحة، انا يعني مش عايز منكم حاجة غير مصلحتكم، احنا بنجيب اسئلة الامتحانات اللي بتيجي، فان شاء الله نتابعها في جميع المواد وليس في التاريخ، يعني ده درس ببلاش، بدل ما اروح اقعد في سنتر والحر ولا اقعد في بيتك قدام شاشة التلفزيون قدام قناة مصر التعليمية هتتفوق وتحقق النجاح بتفوق عظيم ان شاء الله. شكرا لك. هديه مجانيه قناه مصر التعليميه. ابنائي بناتي احنا سعداء بيكم، ووصلنا معاكم لنهايه الحلقه، وحتى نلتقي بكم في مراجعه بكره وبعده باذن الله. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.